مرحبا يا جماعة، يعطيكم العافية. معكم سدين سمير، طالبة طب سنة سادسة من التكنو. راح أكون معكم بشرح مادة الفسيولوجي في سيستم اليو جي اس. طبعا الفسيولوجي هي اوريدي زي ما أنتم بتعرفوا هي مادة فهم أكثر من إنها حفظ، وتحديدا في اليو جي اس الفسيولوجي بده فهم كتير أكثر، وتحديدا اكثر واكثر انه دكتوركم دكتور نايف غرايبه، فيعني اسئلته كلياتها بتعتمد على فهمكم للكونسبت وللماده وانكم تربطوا المواضيع مع بعض. فعشان هيك بدنا تركيز كتير كبير، بدنا نكون فاهمين الماده بكل تفاصيلها، نكون عارفين انه بالضبط كيف الفسيولوجي اللي قاعد عم بصير فيه الكدني بكل تفاصيله وبكل مراحله. تمام، فعشان هيك شرحنا رح يكون معتمد بجزء كتير كبير منه على انكم تكونوا فاهمين الكونسبتس، ونركز على بعض الاشياء اللي بدها حفظ. رح احكي لكم انه هاي اشياء لازم انه نحفظها. فخلينا نبدأ بأول محاضرة. طبعا المحاضرة الأولى بتحكي بالبداية عن الفسيولوجي للرينال سيستم. طبعا قبل ما نبلش بدي اخبركم انه مثل ما انتم عارفين انه سيستم مقسوم لرينال اند جينيتال. رح نبلش بالرينال لنخلصه كلياته الفسيولوجي تبعه، وانتم اوريدي بتكونوا مشيتوا بباقي المواد اناتومي باثولوجي وهالاشياء كلياتها. بعدين رح ننتقل ان شاء الله للجينيتال برضه نكمل باقي المواد اللي فيها. طيب هلا بالنسبه لاول محاضره في الفسيولوجي للرينال سيستم، الدكتور حكى فيها بشكل عام عن الرينال سيستم، شو الفانكشن تبعته، لانه هو مش وان فانكشن لإله، في لإله مور ذان وان فانكشن. حكينا بشكل عام عن الاناتومي اند الفسيولوجي، وبعدين بدينا نحكي بشكل متخصص اكثر عن اول مرحله من مراحل تكوين اليورين اللي هي المين فانكشن للرينال سيستم. فهاي هي المواضيع رح نغطيها في هاي المحاضره. خلينا نبلش بدايه مع الفانكشن للكدني. طبعا مثل ما خبرتكم الرينال سيستم او الكدني اللي بتمثل الرينال سيستم، طبعا الرينال سيستم هو مش بس كدني، ولكن انه خلينا نحكي عن انه الفانكشن للرينال سيستم بتمثل باول اشي المين فانكشن انه فورميشن لليورين، انه احنا بدنا نكون اليورين يلي فيه الويست برودكت، المواد الضاره اللي انا ما بدي اياها. تمام، فهاي هي المين فانكشن، ولكن هذا لا يعني انه الرينال سيستم او الكدني بس بتعمل هاي الفانكشن، هي بتعمل مور ذان وان فانكشن مثل ما اتفقنا. فاول فانكشن لها مثل ما حكينا جيت رايد للويست برودكت، سواء كانت هاي الويست برودكت اشي انجستد، يعني احنا اكلنا اكل فبالتالي اخذنا المواد المفيده منه بدنا نطلع المواد اللي مش مفيده منه، او كانت ميتابولايزد، يعني جسمنا قاعد عم بحطم مواد بيستهلك مواد وبالاخر بطلع الباي برودكت بقيمها من الجسم. تمام، طيب تاني شغله انه احنا باليورين لما نيجي نطلع فاحنا قاعدين عم نعمل بشكل دايركتلي اند اندايركتلي عم نعمل كنترول على الفوليوم للبودي فلويد. تمام، فاحنا مثلا اذا دعم رح تاخده بالباثولوجي ولما تدخل على الكلينيكال، انه انا مثلا لما يزيد عندي الفلويد اللي انا قاعد عم بشربه بهذا اليوم، فطبيعي جسمي شو رح يعمل، رح يطلع كمية يورين اكتر من اليوم اللي انا ما بشرب فيه مي كتير. تمام، فهون قاعد عم بعمل جسمي كنترول للبودي فلويد. دائما لما يجيك مريض على الطوارئ او بالمستشفى ويكون هيك منفخ وجسمه معبى سوائل، واحد من الأسباب اللي أنت بتفكر فيها إنه يكون عنده مشكلة فيها هو الرينال سيستم. تمام، ليش؟ لأنه الرينال سيستم هو المسؤول عن إنه يطلع الفلويد من الجسم، فطالما الفلويد كلاتها محبوسة جوا الجسم فأنا بدي أفكر إنه الرينال سيستم ممكن يكون فيه مشكلة. طبعا مش بس هو الإشي الوحيد اللي بفكر فيه، ولكن هو واحد من الأشياء المهمة اللي لازم إني أفكر فيها. تمام، طيب ثالث فانكشن clear unwanted substance and retaining the need ones. هلأ هاي تقريبا مرتبطة بأول واحدة حكينا عنها. إيش معناها هاي؟ إنه أنا بطلع المواد اللي ما بدي إياها وبخلي المواد اللي بدي إياها. كيف؟ رح لقدام رح نشوف إنه الرينال سيستم أو الكدني تحديدا النفرون فيها كيف بيشتغل. بيشتغل على إنه يعمل بالبداية فلتريشن، رح نحكي كمان شوي عن تفاصيلها، بعدين بيعمل ري أبزوربشن. لما يعمل فلتريشن هو عم بطلع كل المواد اللي عنده بالبلازما للنفرون، تمام، تحديدا الجلوميرولس، رح نحكي عنها كمان لقدام. بعدين بس
يصير الجسم ينقي شو هي المواد المفيدة اللي بدي إياها، برجع باخدها للجسم. شو هي المواد الضارة اللي أنا بدي أخلص منها، بخليها جوا الكدني وتطلع مع اليورين. تمام، فهذا بيفسر هاي الفونكشن لإله. طيب رابع فونكشن، regulation of water and electrolyte balance. قبل شوي حكينا عن الووتر والبودي فلويد، كمان الالكترولايت زي الصوديوم أكيد بتعرفوا من سنة أولى أنه دائما أنا عندي الصوديوم بيلحق الووتر. تمام، فأنا برضو عن طريق الكدني أنا بطلع صوديوم بنسبة معينة بكمية معينة وبخلي اللي بدي إياه. مثلا البوتاسيوم، البوتاسيوم واحدة من أهم الالكترولايت يلي بيعملها regulation الرينال سيستم، لأنه أنا إذا زاد عندي البوتاسيوم جوا الجسم هاي مشكلة، هاي emergency case، إنه يجيني مريض عنده هايبركاليميا بنسميها، إنه يكون عنده البوتاسيوم عالي. فمين أول إشي ممكن إني أفكر فيه إنه يكون سبب إنه البوتاسيوم عندي عالي؟ الرينال سيستم إذا كان فيه أي مشكلة ومش قادر يطلع ليها. تمام، فدائما بعمل regulation الووتر والإلكترولايت، أهم سيستم هو الرينال سيستم. ريجليشن للفلويد اوزمولاريتي، طبعا طبيعي كوني عم بحكي عن الكترولايت، عن سبستنس موجودة جوا الفلويد مسؤولة عن الريجليشن تبعها الرينال سيستم، فهو اندايركتلي قاعد عم بيعمل ريجليشن كمان للاوزمولاريتي. تمام، ريجليشن للأسيد بيس بالانس، طبعا هاي رح يكون في لها خلال السيستم محاضرات كتيرة، الأسيد بيس بالانس انه كيف انا بعمل ريجليشن انه ما يكون في عنا أسيدوسس او الكالوسس في الجسم. واحد من السيستم المسؤول عن الأسيد بيس بالانس هو الرينال سيستم، طبعا تاني سيستم مسؤول عنه هو الريسبيراتوري، ولكن من أهم السيستمز هو الرينال سيستم. بيحكي لنا الأسيد بيس بالانس انه كيف الرينال سيستم مسؤول عن انه يحافظ عليه، انه ما يصير في عنا انه كتير أسيد في الجسم او كتير بيز في الجسم. بيحكي لنا انه عن طريق انه بنعمل اكسكريشن للأسيد او للبيز، يعني اذا كان في عندي أسيدوسز فانا بدي اطلع يعني انه معنى أسيدوسز انه يزيد الأسيد في الجسم، فأنا بدي أطلع كل الأسيدك ماتيريال عن طريق الرينال سيستم، والعكس صحيح. طبعا بيحكينا the kidney are the only means of eliminating from body certain types of acid such as sulfuric acid and phosphoric acid. تمام، هاي السلفوريك أسيد والفوسفوريك أسيد هاي واحدة من السبستنس الموجودة في الجسم يلي بتعطي أسيدك نيتشر. تمام، أو بتزيد الأسيدوسز. مين المسؤول عن إنه يطلعهم برا الجسم؟ هو الكدني. فإذا الكدني انضربت وصار فيها مشكلة فهدول رح يتراكموا جوا الجسم. تراكموا جوا الجسم معناها احنا عادين عم نزيد الأسيدك ماتيريال جوا الجسم، فمندخل بأسيدوسز، والأسيدوسز برضو هي من الأيرجنت كيسز الممكن تيجيك في المستشفى. أوكي؟ طبعا كيف الرينال سيستم ممكن انه يحافظ على الاسيد بيس بالانس؟ طبعا في لها محاضرات كتير رح نحكي عنها، ولكن بشكل مختصر انه في عنا البفر سيستم اللي هو موجود في الهيماتولوجي. تمام، هذا مسؤول عن الاسيد بيس بالانس، والريسبيراتوري مثل ما قلت لكم، والرينال سيستم، هم هدول 3 سيستمز المسؤولين عن انهم يعملوا الاسيد بيس بالانس. تمام، طبعا مين اقوى واحد فيهم بانه يحافظ لنا على الاسيد بيس بالانس؟ هو الرينال سيستم. تمام، طيب بيحكي لنا كمان من الفانكشن للرينال سيستم هو ريجليشن اوف ذا ارتيريال بريشر، طبعا انه يحافظ لنا على البلد بريشر. كيف الرينال سيستم بيحافظ على البلد بريشر؟ في له طريقتين، في له طريقه قصيره وسريعه بيشتغل فيها، وفي له طريقه بيحافظ فيها على البلد بريشر للمدى الطويل. المدى الطويل عن طريق ايش؟ عن طريق انه هو بيطلع لنا الصوديوم مع الووتر. تمام، فبقلل مثلا اذا انا صار في عندي هايبرتنشن. تمام، فهذا الاشي بيقلل من الهايبرتنشن. طيب ايش الطريقة الثانية؟ عن طريق انه يطلع لنا الرنين. طبعا الرنين في له محاضرات كتير رح نحكي فيها، انه بيشتغل عندنا السيستم اللي هو الرنين اند جوتنسن سيستم، كيف انه بيزيد لما يزيد البلد بريشر، هو كيف بيعمل لما يقل البلد بريشر، كيف الميكانيزم اوف اكشن تبعه، رح نحكي عنها بتفاصيلها، ولكن حاليا كونوا عارفين هذا الاشي ان جنرال از ا كونسبت. طبعا برضو من الفانكشن اللي هي سكريشن ميتابوليزم اند اكسكريشن للهرمونز. تخيلوا انه كمان الكدني مسؤول عن انها تطلع هرمونز. واحد من اهم الاشياء يلي بيطلعها الكدني اللي هو الاريثروبايتين. الاريثروبايتين هو
جزء أساسي في تكوين الريد بلود سيل. فإذا كانت الكدني عندنا فيها مشكلة فمعناها ما في عندنا إريثروبايتين، معناها بتوقع إنه المريض رح يدخل بأنيميا، تمام؟ واللي هي دائما هاي الأنيميا بنحكي عنها إنها ريليتد للإند ستيج رينال ديزيز، إنه بيكون خلص المريض دخل بإند ستيج رينال ديزيز. إيش يعني؟ يعني الكدني خربت على الآخر، فمعناها بطل تطلع إريثروبايتين، معناها دخل بأنيميا. كمان من الأشياء اللي بتصير في الكدني إنه الفيتامين دي اللي بناخده سواء من الاكل من الشمس من whatever من وين احنا قاعدين بناخده، احنا ما بناخد الاكتيف فورم منه. الكدني هي اللي بتاخد الفيتامين دي اللي بناكله وبتحوله للاكتيف فورم، فاحنا ما بنستفيد فعليا من الفيتامين دي اللي بناخده اذا كانت الكدني عندنا فيها مشكله، تمام؟ لانه الكدني هي اللي بتحوله للاكتيف فورم، تمام؟ فهاي برضو من المهام اللي كتير ضرورية للكدني. آخر فونكشن لإلها إنها بتعمل جلوكونيوجينيسيس. إيش يعني جلوكونيوجينيسيس؟ في حالة إنه صار في مجاعة، صار لك وقت طويل ما عم تاكل، أيام ما عم تاكل، خلص الجلوكوز عندك، أنت بحاجة لإنك تطلع مصدر للطاقة أو بحاجة لإنك تكون جلوكوز من جسمك، فأنت بتبلش تعمل جلوكونيوجينيسيس، إنك تكون الجلوكوز عن طريق إنك تمسك الأمينو أسيد الموجودة عندك وتحولهم لجلوكوز، يصيروا هم مصدر الطاقة، تمام؟ فهذا مين بيشتغل عليه؟ بيشتغل عليه الكدني. فهاي كلها فانكشنز للكدني. في عنا المين فانكشن تحديدا اللي هم أول أربعة، هدول هم المين فانكشن، والأذر هم عبارة عن سكندري فانكشنز بس استل هم مهمين، أوكي؟ طيب نروح لشوية فيسيولوجي أند أناتومي. طبعا ما رح ندخل بتفاصيل أناتومي لأنه رح فيه له اللكشرز تبعونه، بس نحكي عن الأشياء اللي إلها علاقة بالفيسيولوجي. بداية بحكينا انه حجم الكلية 150 جرام، طبعا كل كلية حجمها 150 جرام عشان ما تفكروا انه الكليتين سوا. كمان بحكينا انه الكلية مكونة من برا بيكون في لها الكابسول، تمام؟ الكابسول تبعها هذا مكون من 2 بارت، الجزء الخارجي منه بنسميه الكورتكس والجزء الداخلي منه بنسميه الميدلا. الجزء الخارجي اللي هو الكورتكس بيكون عبارة عن لونه أفتح من الجزء الداخلي. فإذا إحنا عنا الكدني، لو نفرض إنه هاي هي الكدني، تمام؟ فهي في لها كابسول، في كابسول هيك محوطاها، تمام؟ هلا هاي الكابسول اللي محوطاها هاي نفسها مقسومه لجزئين، الكورتكس اند الميدلا. الكورتكس لونها فاتح والميدلا لونها غامق، تمام؟ طيب هلا الميدلا، انا بتهمني الميدلا، طبعا اكيد رح تكونوا شايفين الكدني في المحاضرات الاناتومي انه كيف بيكون عندنا الكورتكس اند الميدلا. اوكي عشان ما يكون الموضوع هيك غريب عليكم وانا عم بحكي بس كلام، فخلينا نشوفه على صورة. هلا مثل ما اتفقنا انه احنا في عنا الكابسول للكدني، والكابسول مقسمة لكورتكس اللي هي برا هي شايفين لونها فاتح، وميدلا اللي هي لونها غامق. هلا هاي الميدلا هي مكونة من بيراميد، فانتو شايفينهم هدول هيك زي اهرامات شكلهم، تمام؟ هلا هدول هم البيراميد. ايش بحكي لنا عنهم البيراميد الموجودين هون الموجودين في الميدلا؟ في لانهم قدام بس يمشوا قدام بعطونا البابيلا، هلا رح نشوفها على الصوره، بعدين بعطونا الرينال بلبس، بعدين اليوريتر، بعدين بلادر، بعدين اليوريثرا. لو نشوفها على الصوره، اوكي هنا انه هاي هي الميدلا، الجزء الاخير منها هون هاي هي اللي حكينا عنه البابيلا، تمام؟ بعدين هاي البابيلا بتدخلنا على الجزء اللي موجود هون هذا الواسع اللي هو الرينال بلفس، تمام؟ الرينال بلفس بتنزلنا على اليوريتر مثل ما احنا شايفين، طبعا بعدين اليوريتر بتودي لليورينري بلادر، بعدين لليوريثرا. طيب هلا هذا كله عاطوا كلام أناتومي مش كتير بهمني أنا بالفسيولوجي، نيجي على إيش اللي بهمنا أكتر بالفسيولوجي. هلا بحكي لأنه دائما الكدني بوصلها 22% من الكارديك أوتبوت. هلا مثلا إحنا لو بدنا نيجي نحكي عن المسل قديش بيوصلها الكارديك أوتبوت، رح تيجي تحكي لي حسب اليوم اللي أنا بعمل فيه رياضة بروح على الجيم، فإنه بطلع كارديك أوتبوت وكمية بلد للمسل أكتر من اليوم اللي أنا ما بروح فيه على الجيم، which is true، تمام؟ ولكن الكدني ما بتتأثر بهاي العوامل، الكدني دائما بيوصلها 22% من الكارديك اوتبوت. طبعا 22% مش رقم هين، تمام؟ رقم كتير كبير، يعني قديش 22%؟ يعني بيوصلها
ومية ملي في كل دقيقة. طبعا ليش الكدني بيوصلها هذا الكم الهائل من الكارديك اوتبوت ومن البلود؟ مش عشان انه الكدني بتحتاج انه اكسجين زيادة عن اللزوم، يعني هلا هي الكدني يس بتحتاج لاكسجين، ولكن انه هذا الكم الهائل تو ماتش على انه يكون بس هي بدها اكسجين. احنا بنوصلها هذا الكم الكبير عشان الكدني هي المسؤولة عن انها تنظف الدم، تفلتر لنا الدم، تمام؟ فانا بحاجة انه افلتر كل الدم اللي عندي، فعشان هيك بودي لها كمية دم كبيرة، تمام؟ فإذا الكدني والكريل كلير 3 لترز، يعني قديش احنا عندنا حجم البلازما الموجودة في الجسم كلياته 3 لتر، فهي الكدني هي مسؤولة عن انها هي تنظف 3 لتر من البلازما، تمام؟ فهي بتنظفهم 60 مرة في اليوم. فتخيلوا قد ايه الكدني بتشتغل شغل كتير رهيب. فالناس اللي بيعملوا داياليسز يعني بيغسلوا الكلية، فأكيد انه هذا الاشي لا يرتقي لمستوى قد ايه الكلية احنا بتشتغل في النورمال كونديشن. طيب هلا برضو من شوية اناتومي نحكي عنه، اللي هو الارتري اللي بتفوت على الكدني وبتطلع منها، تمام؟ طيب برضو استل عشان ما تشوفوا الكلام هيك صعب انه مجرد كلام، فخلينا نحكي على صورة، ولو انه استل هاي معلومات اناتومي انا ما بتهمني بالفسيولوجي كتير، بس خلينا نحكي عنهم. هلا احنا عنا الكدني بفوت عنا الرينال ارتري عليها، تمام؟ لما يفوت الرينال ارتري بقوم بعطيني الانتر لوبر ارتري. شو هو الانتر لوبر ارتري؟ اللي هو بيكون بتوين البيراميد هدول، تمام؟ يعني بدخل على كل لوب موجود عندنا. بعدين بعطيني الاريكويت ارتري اللي هو بلف على البيراميد. طبعا ليش سميته اريكويت ارتري؟ لانه هو هيك جاي زي الارك، يعني زي انه هاي اللفه اللي بيعملها هون زي الارك، تمام؟ زي هذا اللي نضرب فيه السهم او القوس. يس اكزاكتلي، هو يعني معناه قوس، تمام؟ فهو لانه بيجي زي قوس فعشان هيك سميته الاريكويت ارتري. بعدين الاريكويت ارتري بعطيني شيء اسمه انتر لوبيولر ارتري. انتبهوا في فرق بين انتر لوبر وانتر لوبيولر. انتر لوبر هو اللي بدخل على البيراميد، اما الانتر لوبيولر فهو اللي بفوت لي على النفرون، تمام؟ فالانتر لوبيولر بقوم بعطيني الافيرنت ارتري اللي بيفوت على النفرون. طبعا شايفين هذا اللون بيج هون، هذا هو النفرون. طبعا شو هو النفرون؟ هي الوحده الاساسيه لتكوين الكدني، تمام؟ هي اللي بتشتغل شغل الكدني كلياته فعليا، اوكي؟ فهذا النفرون بيدخل عليها الافيرنت ارتريول، تمام؟ بيدخل بيعمل لي الجلوميولرز هون، هلا رح نحكي عنها. بعدين بتطلع لي الافيرنت ارتريول، تمام؟ بعدين الافيرنت ارتريول بلف حوالين تيوبيول الموجودين هون، فشو رح اسميه؟ بيري تيوبيولر. بيري معناها حول، وتيوبيولر اللي هم التيوبس الموجودين هون، فبعطيني البيري تيوبيولر ارتري او بيري تيوبيولر كابيلاري. بعدين هذا كلياته بيطلع بيعطيني الفين، والفين بيمشي نفس الطريقه اللي مشي فيها الارتري، اوكي؟ فهذا هو الكلام اللي موجود عندنا هون، تمام؟ اوكي، هلا هون بحكي لنا انه رينال سيركيليشن هي يونيك. ليش رينال سيركيليشن يونيك؟ لانه اذا بتنتبهوا هون نرجع على الصوره، لما انا دخلت على النفرون اعطيت افيرنت ارتريول، عملت جلوميرولس. طبعا هاي الجلوميرولس هي عباره عن كابيلاري. اي كابيلاري في الجسم او اي ارتريول بنعرفه في الجسم بفوت عندي ارتريول بيعمل كابيلاري بيطلع فين، تمام؟ هذا الاشي الطبيعي في كل الجسم، ولكن في الكدني تحديدا في اشي يونيك، انه احنا بندخل بارتريول، يعني فعليا بندخل بارتري بنعمل كابيلاري اللي هي الجلوميرولس، ولكن برضه بنطلع بارتريول، بنطلع كمان بارتري ما بنطلع بفين. فهذا هو الاشي اليونيك في الكدني، تمام؟ ورينا السيستم. فهاي هي الفكرة من هذا الموضوع. وكمان انه احنا لما نطلع بالإفرنت أرتريول برضو بعطيني بيرتيوبيلر كابيلاري، يعني برضو بيرجع بيعطيني كابيلاري بعدين بيعطيني الفين، تمام؟ فهذا هو اشي يونيك. طيب اذا بدنا نحكي عن النفرون، النفرون في عنا 1 مليون نفرون في كل كلية، تمام؟ طبعا في كتب بتحكي انه لا هم اقل من 1 مليون، بغض النظر دكتوركم صار يحكي انه اصلا مش رح يجيب لكم سؤال انه كم عدد النفرونز في الكلية، لانه بصراحة سؤال كتير يعني سخيف انه يسأله. ولكن حكى انه لو اجا سؤال زي هيك انه مش رح يحيركم بالارقام، يعني مش رح يجيب لكم 1 مليون وارقام كتير قريبة من 1 مليون، لا بيجيب لكم ارقام يعني رقم كتير واضح، اوكي؟ ولكن مش قضية. فعنا 1 مليون نفرون موجودة في كل كلية، ولكن بعد عمر 40 سنة ببلش يقل 1% في كل سنة، يعني اللي عمره 40 سنة بعد
يعني كل سنة على 41 بخسر 1% من النفرون، على 42 بخسر كمان 1%، وهكذا. أوكي طيب، حكينا إنه النفرون بتتكون من جزئين أساسيات، تمام؟ بتتكون، إذا من نكبر الصورة نشوف هون عنا الصورة، تتكون عنا مثل ما حكينا عنا هون هاي الإجلوميرولس، تمام؟ وفي عنا التيوبيولز الموجودين هون كلياتهم. طبعا بهمني إني أعرف كل جزء فيهم. الإجلوميرولس هي عبارة عن كابيلري مثل ما حكينا، قديش البريشر بيكون جواتها، اللي هو 60 ميلي جرام اتش جي، تمام؟ بحكينا انه هاي الجلوميرولس بتكون مغطيه بابيثيليال سيل، وفي عنا الباونز كابسول بتكون حواليها. يعني فعليا، اوكي فعليا يا جماعه، هذا الكابيلري لونه احمر، هذا هو الجلوميرولس، تمام؟ ولكن اللون اصفر محاوط فيها هي الباوند كابسول. اوكي طيب، بحكي لنا انه الجلوميرولس في لها بيرميابيليتي عاليه. لقدام شوي رح نعرف ليش في عندي بيرميابيليتي عاليه للجلوميرولس، شو فايده هاي البيرميابيليتي، تمام؟ والفلتريشن ريت لها انه قديش دم بيوصل عندي للجلوميرولس، بوصلنا 180 لتر في اليوم، يعني تحديدا بيوصلني 125 ملي في كل دقيقه. اوكي فاذا الجلوميرولس بيوصلها 125 ملي في كل دقيقه، يعني 180 لتر في اليوم. ضروري نعرف هاي الارقام. اوكي طب بعدين في عنا التيوبولر سيستم، اللي هم هدول الموجودين في عنا. بالبداية منبلش بالبروكسيمال تيوبول، أو بنسميها بروكسيمال كونفوليوتد تيوبول. طبعا ليش كونفوليوتد؟ لأنها هيك ملفوفة حوالين حالها. بعدين بعد البروكسيمال، طبعا ليش سميتها بروكسيمال؟ لأنها أقرب. أوكي بعدين بيجي عندي اللوب أوف هنلي، تمام؟ اللي هو هي نازل زي هيك، هذا هو اللوب اوف هنلي، او من هون بنشوفه هذا هو اللوب اوف هنلي، تمام؟ اللوب اوف هنلي اذا انتم شايفين في عندنا جزء نازل وفي عندنا جزء طالع، ففي عندنا ديسندنج وفي عندنا اسندنج. الاسندنج هو بيكون ثيك وفيه شيء بنسميه الماكيولا دنسا، هاي بس احفظوا لي اياها هلا لقدام، شايف في عندنا محاضره طويله عريضه نحكي عن الماكيولا دنسا وشو لها علاقه بانها تنظم الضغط وهذا الكلام كلياته. بس في معلومه كثير مهمه وقال الدكتور اذا جبت بالامتحان كونوا عارفينها، اللي هو وين بيكون عندنا، يعني اوكي بس خلينا نمحي عشان تشوفوا بشكل اوضح. اوكي هلا اذا بنشوف هنا في عندنا هاي الجلوميرولس، هاي الباوند كابسول، هاي بيجي هون عندنا البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، بينزل عندنا الديسندنج لوب اوف هنلي، وبيطلع عندنا الاسندنج لوب اوف هنلي. هيو بيطلع بيكون موجود عندنا لحد هنا. الاسندنج لوب اوف هنلي بيكون دائما موجود عندنا بين الافيرنت والافيرنت ارتريول، تمام؟ فلو سالنا وين بيكون موجود الاسندنج لوب اوف هنلي، بيكون موجود بين الافيرنت والافيرنت ارتريول. اوكي بعد اللوب اوف هنلي بيجي عندنا الديستال كونفوليوتد تيوبيول، بعدين بيجي عندنا الكونكتنج تيوبيول اللي هي بتجمع اكثر من نفرون مع بعض، بعدين بيجي عندنا الميدال اللري كولكتنج داكت. الكولكتنج داكت بتجمع من 8 ل 10 نفرون مع بعض. اوكي هاي الكولكتنج داكت بعدين بتنزل بيكون فيها اليورين، بتروح بعدين للرينال بلفس، ومن الرينال بلفس بتطلع لليوريتر، وبعدين للبلادر، بعدين لليوريثرا. اوكي طيب بيحكي لنا انه each large collecting duct collect اللي هي قد ايه 4000 نفرون، يعني كل collecting duct كبير بيكون مجمع 4000 نفرون معاه وبطلعهم مره واحده. استل معلومات اناتومي مش كتير بتهمني. نيجي على types of نفرون، في عنا 2 types of نفرون. اذا بتنتبهوا على الصوره الموجوده عنا هون، احنا رسمين صورتين نفرون، تمام؟ ليش رسمين صورتين نفرون؟ لانه في عنا 2 types من النفرون. في عنا الكورتيكال نفرون وفي عنا الجكساميدلري نفرون. شو بيفرقوا عن بعض؟ بيفرقوا عن بعض مبدئيا اذا بدنا نيجي ناخذها من الصوره، بتشوفوا اللوب اوف هنلي في الجكساميدلري كتير اطول من اللوب اوف هنلي الموجود في الكورتيكال. هي اول فرق. الفرق الثاني انه الجكساميدلري، شوفوا اللوب اوف هنلي وين عم بينزل، بينزل على الميدلا، بدخل ديبلي على الميدلا، ولكن الكورتيكال ما بدخل ديبلي على الميدلا. طبعا باي ذا واي الميدلا بتبلش من هون وتحت، تمام؟ فالجكساميدلري كتير بتفوت على الميدلا، تقريبا كل اللوب اوف هنلي موجود في الميدلا، ولكن الكورتيكال بس جزء كتير بسيط منها موجود في الميدلا، تمام؟ حتى في الاوتر اريا من الميدلا فالكورتيكال نفرون هي عددها اكبر 80%، تمام؟ وبتكون شورت اللوب مثل ما شفناه، هو بيكون شورت. بيحكينا انه هو بنتريت اونلي شورت
ديستنس اوف ذا مدلة، مثل ما قلت لكم ما بتفوت على المدلة كتير، بيكون جزء صغير منها موجود في المدلة، تمام. والجلوميرولس تبعها وين موجود؟ موجودة في الكورتكس. هاي الجلوميرولس وين موجودة؟ في الكورتكس. بينما الجكسا ميدلري طبعا عددها اقل 20%، الجلوميرولس تبعتها is deep in the cortex. يعني شوفوا هنا الجلوميرولس وين موجودة؟ جوا الكورتكس، يعني صح ما دخلت على المدلة ولكن هي في ديبلي في الكورتكس، ولكن الكورتيكا وين موجودة؟ outer area of the cortex، تمام. كمان مثل ما اتفقنا انه اللوب تبعها كتير كبير، تمام. واهم شغله كمان رح نحكي عنها لقدام، محفظوا لي اياها بس هلا، انه هي الجكسا ميدلري فيها حواليها بلاد فيسل. شو بنسميهم؟ بنسميهم فازا ريكتا. هدول كثير كثير مهمين، وفي عنا محاضره رح نحكي فيها عن هذا الموضوع، بس حاليا احفظوا لي انه حوالين الجكسا ميدلري في عنا بلاد فيسل. ايش بنسميهم؟ بنسميهم فازا ريكتا. اوكي، طيب هيك خلصنا من الفانكشن، خلصنا من الاناتومي. هذا كلام كلياته اللي عم نحكي فيه استل، احنا جنرال قاعدين عم نحكي. خلينا نفوت على اول مين فانكشن موجود عندنا في اليورينر سيستم، اللي هو تكوين ايش؟ اليورين، اليورين فورميشن. طيب بشكل عام كيف بتكون عندنا اليورين؟ اليورين عندنا بتكون باي 3 ميكانيزمز او 3 ستيبس، لازم يمشوا هدول الثري ستيبس عشان تكون عندنا اليورين. اول ستيب بتكون عندنا بنسميها فلتريشن، ثاني ستيب ري ابسوربشن، ثالث ستيب عندنا السكريشن، تمام. خلينا ناخذها از ا سيناريو بعدين نيجي نحكي عن التفاصيل هاي. نطلع على الصور عشان ناخذ السيناريو ونفهمه. مثل ما قلت لكم المادة فهم، بدنا نفهم هذا الكلام بعدين نقرأ الكلام الموجود عندنا ونشوف ايش في اشياء بدنا نحفظها. مبدئيا نيجي ناخذ سيناريو، احنا في عندنا بلود فيسل مثل ما حكينا، الرينال ارتري دخلت اعطت الانترلوبر، بعدين الاريكبت، بعدين انترلوبيولر، بعدين دخلنا اعطينا الافيرنت. قلت لكم الافيرنت بتدخل على وين؟ على النفرون، فاحنا هون داخلين على النفرون، والنفرون حكينا هي الوحده الاساسيه لتكوين ايش؟ الكدني، تمام. يعني هي اللي بتشتغل كل جزء، كل شغل الكدني، تمام. ففعليا لو مسكت واحد نفرون من الكدني، مش احنا حكينا هم مليون، لو مسكت واحد نفرون وطلعت على شغله فكأني عم بطلع على شغل الكدني ككل، تمام. فهينا ماسكين احنا واحد نفرون وعم نطلع على شغله كيف بده يشتغل. اوكي، طيب هلا دخل عنا الافيرنت ارتريول، حكينا بس يدخل بيعطيني كابيلاري. شو سمينا هاي الكابيلاري؟ الجلوميرولس. بعدين بيطلع بيعطيني الافيرنت ارتريول. خلينا نوقف عند الجلوميرولس. هلا دخل الافيرنت، دخل على الجلوميرولس، حكيت لكم شو الاشي اللي بيحاوط الجلوميرولس؟ هي الباون كابسول، وحكينا انه الجلوميرولس في لها بيرميابيليتي عاليه. ليش هذا الكلام؟ لانه بدخل عندنا الدم على الجلوميرولس، هون محمل بالبلازما، محمل بكل اشي موجود في الجسم. يعني البلازما بتكون حامل الاشياء المنيحه والاشياء اللي مش منيحه، الالكترولايت، الويست برودكت، البروتين، الشوغر، كل اشي بيكون موجود جواتها، وكله هذا الكلام بيفوت عندنا على الجلوميرولس. هلا احنا شو اتفقنا؟ شو وظيفه النفرون او الكدني؟ انها هي تفلتر البلازما، تمام، تنقي البلازما، تنظفها، تطلع الاشياء اللي مش مفيده وترجع لنا الاشياء المفيده. فشو بتعمل الجلوميرولس؟ بتقوم بتوصل، مش دخلت عليها الدم، بتطلع كل الدم اللي وصلها على الباند كابسول بشكل راندوملي. يعني بتيجي بتحكي اوكي بلازما ودخلت عندي، مدخله معها مواد كثيره، كل المواد اللي دخلت اياها طلعي لي اياها على الباند كابسول عدا مادتين، البروتين و الشجر. هدول ما بتطلعهم، لقدام شوي رح نعرف ليه، بس مبدئيا اعرفوا لي هذا الاشي انه الفلتريشن. طبعا هذا اول اشي عملته الجلوميرولس، هذا بنسميه فلتريشن، وهاي شو قلنا؟ هاي هي الفيرست ستيب عشان اكون اليورين، تمام. مين بيعملها؟ الجلوميرولس، لانه الها بيرميابيليتي عالية، الها نفاذية عالية، بدخل عليها الدم، كل اشي موجود في البلازما بتحكي له اطلع بشكل عشوائي، كلياته طلع لي اياه على الباون كابسول، ما تسألني مين بدك تطلع ومين ما بدك تطلع، كل اشي طلعه عدا البروتين والشجر، تمام. ولو انه استل هي بتطلع لها شوية بروتين، بس احفظوا انها هي بتطلع راندوملي عدا البروتين والشجر. اوكي، هيك خلصنا من الفلتريشن. طب رح تيجي تحكي لي طب احنا طلعنا مواد مفيدة للجسم، مواد انا ما بقدر اني استغني عنها، قمت طلعتها وين؟ طلعتها على الباون كابسول. وين يعني بالباون كابسول؟ يعني انا بدي اطلعها يورين، فهل هذا الاشي منطقي؟ انه والله دائما كل المواد المفيدة عندي بدي اطلعها مع اليورين، طب انا ما استفدت اشي. اوكي، لا، انا بدي ارجع المواد المفيدة واطلع المواد المش مفيدة. طب كيف بدي ارجع المواد المفيدة؟ بروح على تاني
ميكانيزم موجود عندي او تاني ستيب موجود عندي اللي هي الري ابزوربشن. شوفوا شو عم بيصير عندنا، عم يدخل من التيبيول. طبعا احنا هون دخلنا على البروكسيمال تيبيول، اوكي، من التيبيول عم برجع بيطلع لي على الدم المواد اللي انا مفيده لإلي وبدي اياها تضلها بالجسم، تمام؟ ففي عندي الكترولايت معينه، عندي امينو اسيدز، عندي اشياء معينه انا بدي اياها ترجع للدم. ليش؟ عشان تضل جوا الجسم، لاني بدي اياها، اوكي، ما بنفع اني اطلعها برا الجسم. فايش بتعملي؟ بتعملي ري ابزوربشن. طبعا في عندنا مواد ممكن اني ارجع امتصها كلياتها للدم، اوكي، لانه ما بنفع اني اطلعها باليورين. وفي عندي مواد برجع بمتص جزء صغير منها وبطلع الباقي في اليورين، بغض النظر انا برجع بعمل ري ابزوربشن. طب هل عمليه الري ابزوربشن برايكم بتتم بشكل عشوائي، ولا انا بكون سلكتيف فيها، انه انا بنقي بالضبط ايش بدي ارجع وايش ما بدي ارجع؟ طبيعي انها ما رح تكون راندوم، رح تكون سلكتيف، فيري سلكتيف. انا بنقي مواد معينه ارجعها. اما الفلتريشن، انا كنت بعمل فلتريشن لكل شيء، كل شيء بدخل على جلوميرولس بتقوم بتطلع بتودي له الباون كابسول من غير ما تسأل ولا عن أي شيء. أما الري أبزوربشن لا، هون أنا بدي أرجع للجسم، فبدي أكون حذر، مش كل إشي برجعه، أوكي، فبتكون سيلكتيف بروسس. طيب هلأ في شغلة ما حكيت لكم إياها، اللي هي إنه إحنا عنا الأفيرنت أرتريول، الدم اللي بتدخل عليها وبتودي له الجلوميرولس. مش قلت لكم الجلوميرولس بتقوم بتطلع كل إشي وصلها لهون؟ هلأ هي فعليا بتطلع 20% من المواد الموجودة بالبلازما، تمام؟ طب تيجي بتحكي لي في عنا 80% عم بيطلعوا بالإفيرنت أرتريول، يعني عم بيرجعوا على الجسم. طب هدول 80% هل معقول يكون فيهم مواد ضارة؟ طبعا ممكن يكون فيهم مواد ضارة. طب أنا شو استفدت؟ أنا بدي أطلع المواد الضارة وأخلي المواد المفيدة. فإيش بصير في عنا؟ في عنا عملية ثالثة بتصير، اللي هي عملية السكريشن. شو هي هاي العملية؟ اللي هو إنه 80% اللي طلعوا بالإفرنت أرتريول وما صار لهم فلتريشن هون، برجع هنا بمسكهم وبدخلهم على النفرون، على التيبيول، عشان يصير لهم ايش؟ عشان يصير لهم سكريشن مع اليورين، اوكي. فهون انا بضمن انه انا طلعت كل المواد اللي انا ما بدي اياها ورجعت المواد اللي ما بدي اياها. فبشكل سريع نعيد، انه احنا في عنا فلتريشن، في عنا ري ابزوربشن، في عنا سكريشن. كيف تكون عنا اليورين؟ عن طريق هدول الثري ستيبس. بنبلش بالفلتريشن، بانه احنا بنفلتر الجلوميرولس، بتقوم بتفلتر كل المواد الموجوده في البلازما اللي عندها، تمام، بتوديهم على الباوند كابسول بشكل راندوملي، ما بتطلع ولا على اي شيء. بعدين بس نوصل للنفرون او التيوبيولز، البروكسيمال تيوبيول تحديدا، بنرجع بنعمل عمليه ري ابزوربشن، انه انا في عندي مواد مفيده بدي اياها تضلها بالجسم، بنقيهم تنقاي وبرجعهم على الدم، تمام. بعدين في عنا بعض المواد ما صار لها فلتريشن، طلعت بالإفيرنت أرتريول واستل هي ضارة ما بدي إياها، فشو بقوم بعملها؟ بعملها سكريشن، تمام. فهاي هي ثالث عملية أو ثالث ستيب عشان إني أكون اليورين. طب لو قلت لكم إذا بدي أجي أحسب قديش بالآخر اليورين أوتبوت بده يطلع عندي، المحصلة، كيف بنحسبها؟ بتيجي بتحكي لي إنه والله أنا بمسك الفلتريشن، تمام، بنقص منه الري أبزوربشن اللي رجعته على الدم، وبزيد عليه السكريشن اللي انا رجعت دخلته لليورين، تمام. فهاي هي عمليه اني انا بحسب اليورين اوتبوت. فهاي اليورين فورميشن اللي حكينا فلتريشن هي راندوم، مثل ما قلت لكم احنا بالدقيقه كم بيوصلنا على الجلوميرولس؟ بيوصلنا 125 ملي لتر، تمام. بعدين بعمل ري ابزوربشن واللي هي بتكون سلكتيف. شوفوا قديش بعمل ري ابزوربشن، 124، يعني فعليا انا بعمل فلتريشن ل 125 برجع 124، يعني برجع تقريبا اكثر من 90%، اكثر من 99% من الاشي اللي انا عملت له فلتريشن، تمام، لانها بتكون مواد مهمة انا بدي اياها، اوكي. وبعدين بعمل سكريشن، تمام. فبالاخر احنا عنا افريج، انه باليوم الواحد قدي بيطلع عنا يورين as an average لتر ونص، تمام. طبعا هدول اللتر ونص بده يطلع فيهم 700 ملي ازمول من التوكسيك ماتيريال، تمام. طبعا قديش انه اذا انت في يوم ما شربت مي نهائيا ولا اكلت ولا اي شيء، هل معناها انه انت ما بتطلع يورين؟ لا، انت ستيل بتطلع يورين، لانه جسمك لازم يفلتر الدم اللي موجود عنده. فقديش المينيمم اماونت ليطلع عندك يورين؟ اللي هي نص لتر في اليوم، هذا في حال انت ما اكلت وما شربت ولا اي شيء، نص لتر هذا المينيمم اماونت
في اليوم، اوكي؟ والافرج اماونت هو لتر ونص، قديش بيكون فيه 700 ملي ازمول من التوكسيك ماتيريال. طبعا ال 700 ملي ازمول كمان موجوده في النص لتر، فعشان هيك انت بتلاحظ في يوم اذا انت ما شربت مي كفايه بيكون اليورين لونه دارك. ليش؟ لانه التوكسيك ماتيريال هم 700 مش راح يتغيروا، تمام؟ استيل 700 ملي ازمول بس راح يطلعوا بكميه فلويد اقل، فعشان هيك بيكون لون اليورين ايش ماله؟ اغمق. ولكن اذا انت شربت مي كتير بيكون لون اليورين افتح. ليش؟ لانه ال 700 ملي ازمول يعني بيصير لها هيك دلوجن في الفلويد الكتيره، اوكي؟ فعشان هيك يعني هاي فكره انه مرات بيطلع اليورين غامق مرات بيطلع فاتح. طبعا مثلا هاي برضه فكره انه ليش بالصيف بيطلع اليورين لونه غامق بينما بالشتاء بيطلع لونه فاتح، لانه بالصيف انه انت اصلا بتخسر فلويد من جسمك مع الشوب ومن هذا الكلام، فبالتالي انه كميه الفلويد جوا جسمك بتقل. فعشان هيك انه 700 ملي ازمول من توكسيك ماتيريال اللي هي طالعه بغض النظر قديش انت شربت مي رح تكون مركزة اكتر بكمية فلويد اقل، فبيطلع عنا اليورين لونه غامق، تمام؟ على عكس الشتاء. طيب هيك احنا بنكون خلصنا عملية اليورين فورميشن اللي هم الثري ستيبس. هلأ بدنا نبلش بعملية الفلتريشن بشكل مخصص ونحكي عنها بتفاصيلها. المحاضرات الجاية رح نحكي عن عملية الري أبزوربشن بتفاصيلها، رح نحكي عن عملية السكريشن بتفاصيلها. نبلش بعملية الفلتريشن ونبلش بمصطلح كثير مهم اللي هو الجلوميرولر فلتريشن ريت، إنه بمعنى انه قديش الجلوميرولس عم تعمل فلتريشن، تمام؟ قديش الريت، قديش سرعه او حجم او اماونت الفلتريشن اللي بتعمله الجلوميرولس، لانه اتفقنا مين بيعمل الفلتريشن هي الجلوميرولس، بينما الري ابزوربشن والسكريشن بتصير بالتيوبيول اللي هم البروكسيمال واللوب اوف هنلي والديستال، وهدول كلياتهم هدول بيشتغلوا بالري ابزوربشن اند السكريشن، ولكن مين بيعمل الفلتريشن تحديدا؟ الجلوميرولس، اوكي؟ طيب هلأ بالبداية خلينا نعرف إنه شو الأشياء اللي بنعملها فلتريشن. شو قلت لكم؟ قلت لكم إنه مش بفوت عنا بلازما على الجلوميرولس. شو بتقوم بتطلع؟ بتطلع كل إشي. ففعلياً الإشي لو أنا مسكت الجلوميرولس وشفت الإشي اللي فلترته ومسكت البلازما اللي موجودة في الدم وشفت إيش في عنا مواد موجودة جوا البلازما وشو المواد اللي فلترتها الجلوميرولس، رح يكونوا بالضبط نفس الإشي، عدا إنه ما رح يكون عنا بالجلوميرولس لا بروتين ولا ار بي سي، اوكي؟ سوري قبل شوي حكيت جلوكوز، هي ار بي سي، نو بروتين نو ار بي سي. طبعا اذا لقيت انه في عندي باليورين ار بي سي او بروتين معناها في عندنا مشكله صارت في الكدني. طبعا لقدام شوي بس تفوتوا على كلينيكال رح تعرفوا انه ممكن الكدني انها تفلتر شويه بروتين شويه ار بي سي باماونت كثير 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 قليل، هذا عادي ما في مشكله فيه، ولكن في عندنا اماونت معين اذا زاد عنه، تمام؟ هون لا بصير في عندنا مشكله وهون ندخل بامراض ورح تاخذوا عنهم بالباثولوجي النفرتك والنفروتك، هدول كلياتهم التفاصيل هاي كلياتها، اوكي؟ ولكن هلا كونوا عارفين انه احنا الجلوميرولس بتعمل فلتريشن لكل مواد البلازما عدا البروتين والار بي سي، لقدام شوي رح نعرف ليش ما بتفلترهم هدول، اوكي؟ طبعا بيحكي لنا انه الكالسيوم اللي بتفلتره بيكون شوي اقل من كميه الكالسيوم اللي بتكون موجوده في البلازما، والفاتي اسيد نفس الشيء، تمام؟ طيب بيحكي لنا انه الفاتي اسيد طبعا بتكون كميتها اقل، ليش؟ لانها بتكون رابطه مع البروتين، وكوني ما بفلتر بروتين فمعناها بتكون كميه الفاتي اسيد شوي اقل، ولكن مش كثير كثير مهمه، هذا كان بيهمني انكم تعرفوا انه ما بتفلتر لا بروتين ولا ار بي سي. طبعا مثل ما اتفقنا انه 20% من الرينال فلو، يعني احنا بدخل عندنا من الافيرنت رينال ارتريول، قلت لكم بفوت عندنا الدم 20% بتفلتر، 80% بطلع بالافيرنت، اوكي؟ طب الفلتريشن فراكشن بحكينا، طبعا شو يعني فلتريشن فراكشن؟ هو الفراكشن اوف بلازما ليفينج ذا كابيلاري تو ذا باوند كابسول، تمام؟ اللي هو فعليا انا بس اجي احسبه الجي اف ار اللي هو الجلوميرولس فلتريشن ريت على الرينال بلازما افلو. طيب هلا رح تيجي تحكي لي انه ليش انه في عنا يعني مثلا البروتين تحديدا والار بي سي ما بتقدر تفلترهم الجلوميرولس، يعني شو السبب؟ لانه في عنا ثلاث عوامل او في عنا ثلاث طبقات بمر فيهم المواد جوا الجلوميرولس والباوند كابسول، هدول بنقولي او يعني بمنعوا انه يصير في عنا فلتريشن للبروتين و
الار بي سي. خلينا نحكي عنهم هلا. بيحكي لنا انه في عندنا شيء اسمه بنسميه الجلوميرولس كابيلاري ممبرين اللي هو هذا الموجود عندنا هون، تمام؟ هذا انه احنا بس يدخل عندنا الافيرنت ارتريول ويدخل عند جوا الجلوميرولس، راح يجي اول شيء الدم يصطدم مع شيء اسمه الجلوميرولر كابيلاري ممبرين. اذا قدر يتجاوزه بيدخل على باون كابسول، ما قدر يتجاوزه بيطلع بالافيرنت ارتريول. اوكي طيب، هذا الكابيلاري ممبرين مكون من ثلاث طبقات. ايش هم هذول الثلاث طبقات؟ اندوثيليوم هي الطبقة اللي بتكون لجوا، بعدين إذا طلعنا لبرا شوي بندخل على البيزمنت ممبرين، بعدين في عنا الإبيثيليوم اللي هي البودوسايت. رح تاخدوا عن تفاصيلهم بالهيستولوجي، ولكن إحنا هون نحكي عن الإشي المهم للفسيولوجي. طيب هلا هدول الثلاث طبقات نيجي عن انه شو خصائصهم. بالبدايه الاندوثيليوم فيها هولز، فيها فينستريشن بنسميها. هدول الهولز يعني انا في عندي فتحات موجودين في الاندوثيليوم. اذا كان عندي حجم الماده اللي جاي على الهولز الديامتر تبعها كان اكبر من الديامتر تبع الهولز، فإشي طبيعي إنها ما رح تمر، تمام؟ إشي كتير منطقي، أوكي؟ يعني أنا عندي فتحة أصغر من المادة اللي بدها تمر فيها، فطبيعي المادة ما رح تمر. ولكن إذا كانت الموليكيول حجمها أقل من حجم الفتحة هاي، فطبيعي إنها رح تمر، تمام؟ فالبروتينات بالعادة بيكون حجمها أكبر من حجم هاي الفينستريشن، فعشان هيك ما بتمر. ولكن مرات الألبيومين، الألبيومين هو عبارة عن بروتين الديامتر تبعته 6، وقديش الديامتر تبعت هاي الفتحات؟ 8. فبتيجي بتحكي لي اوكي هاي الديامتر تبعته اقل من الديامتر تبعت الفتحة هاي، فمعناها طبيعي اني الاقي انه الالبومين اللي هو بروتين صار له فلتريشن. ليش بتحكي لي قبل شوي انه ما في عنا فلتريشن للبروتين؟ لانه اذا بنيجي على السبب الثاني انه في عنا البيزمنت ممبرين، البيزمنت ممبرين اشارته او شحنته، تمام، بتكون هي سالبة، تمام؟ فلأنه شحنته سالبة، أي شحنة مخالفة أي شحنة مطابقة لشحنته يعني بتكون سالبة، بصير في لها تنافر وما بتقدر أنها تعبر من خلاله. والبروتين شو شحنته؟ سالبة، فعشان هيك ما بتقدر تمر من خلاله. فيعني على فرض إنه الألبومين مرق من الفلستريشن من الهولز هدولة، بس يوصل للبيزمنت ممبرين، الألبومين شحنته سالبة والبيزمنت ممبرين شحنته سالبة، فرح يتنافروا فما رح يقدر إنه يمر. ولو إنه استل على أرض الواقع والإشي الكلينيكال وايز إنه بيمر شوية بروتين، ولكن أنتوا اعرفوا هذا الكلام اللي هو موجود عندكم as a theory. أوكي فهذا هو عنا ثالث طبقة اللي هي البيزمنت ممبرين. بعدين بنروح على ثالث طبقة اللي هي الإبيثيليوم اللي حكينا عنها، البودوسايت. هاي البودوسايت برضو ستيل في لها نيجاتيف تشارج، هاي النيجاتيف تشارج برضو بتمنع أي شيء إله برضو نيجاتيف تشارج إنه يمرق. زي إيش؟ زي البروتينات. البروتينات إلها إيش؟ شحنة سالبة، فبرضو بتتنافر معها. أوكي؟ فهاي هي الطبقات، وهذا هو الكابيلاري ممبرين يلي بمنع بعض الأشياء من إنها تمر من خلاله. أوكي؟ طيب هلأ بحكي لنا إنه عندنا أكثر ب 500 مرة الفلتريشن in comparison with systemic capillary. يعني الجلوميرولس الفلتريشن، مش قلت لكم البرميابيليتي تبعتها عالية، النفاذية تبعتها عالية؟ قديش عالية؟ هي عندها قدرة على إنها تفلتر وإنها بيرميابيليتي أكثر ب 500 مرة من أي كابيلاري موجود في الجسم، فعشان هيك حكيت لكم إنه النفاذية تبعتها إيش مالها عالية كتير، تمام؟ طيب فإذا نرجع انه احنا عندنا الفلتريشن عندنا بيعتمد على شو؟ بيعتمد على حجم الماده، حجم المولكيول وشحنته، تمام؟ لانه قلنا الحجم عندنا موجود عندنا هولز، اذا كانت حجم الماده اكبر من حجم الهولز مش رح تمرق من خلالها، والشحنه اذا كانت شحنته سالبه مش رح تمرق، لانه في عندنا البودوسايت شحنته سالبه وفي عندنا البيزمنت ممبرين برضه شحنته سالبه، فرح يتنافروا معها ومش رح يمرقوا من خلالها. اوكي فبحكي لي انه عمليه الفلتريشن ده السوليوتس از انفرسلي ريليتد تو ذا سايز، يعني كل ما كبر الحجم كل ما انه انا ما قدرت اني اعمل فلتريشن، تمام؟ وكل ما كانت الشحنه سالبه اكثر كل ما انه انا ما قدرت اني اعمل فلتريشن، وكل ما كانت الشحنه موجبه كل ما قدرت اني اعمل فلتريشن بطريقه كتير اسهل، وكل ما كانت الماده حجمها اصغر كل ما قدرت اني اعملها فلتريشن بطريقه كتير اسهل، تمام؟ فهي هي العلاقه بيناتهم. طيب نيجي ل
اوكي، لا جزء بده يحكي لنا قبل ما نحكي عن الفورسز، خلينا نروح نحكي عن انه شو هي، كيف الرينال سيستم بتعامل مع السبستنس، شو الاشياء اللي بيعملها فلتريشن، شو الاشياء اللي بيعملها ري ابزوربشن وسكريشن، من هذا الكلام بعدين نحكي عن الفاكتورز والفورسز اللي بتافكت للجي اف ار. هلا بيحكي لنا انه احنا في عنا اكثر من سيناريو، او خلينا نحكي 4 سيناريوهات ممكن انه المواد اللي بتدخل للكدني انها تمشي فيها. اول سيناريو، خلينا نيجي نطلع على هاي الصورة لأنها كتير حلوة تمام وبتلخص لنا الوضع كلياته. أول سيناريو إنه أنا هاي في عندي الأفرنت أرتريول دخل على الجلوميرولس، إيش عمل بالمادة اللي دخلت عليه؟ قام فلترها كلياتها تمام، فلترها ما رجع عملها ري أبزوربشن، ما عملها سكريشن، هاي شايفين ما عملت لا ري أبزوربشن ولا سكريشن، فلترتها وطلعتها باليورين مباشرة تمام. فإذا في عندنا مواد، أول سيناريو إنه تدخل أعملها فلتريشن without reabsorption without secretion تمام، بس بعملها filtration بطلعها كلها في اليورين. مثل ايش؟ مثل في عندنا مادة في الجسم كتير مهمة اللي هي الكرياتينين تمام. دائما دائما اذا احنا بدنا نعرف هل الكدني شغالة صح، هل هي عم تعمل filtration صح ولا ما عم تعمل filtration صح، بقوم بعمل فحص اللي هو الكرياتينين للمريض تمام. اذا لقيت انه الكرياتينين مثلا صار اعلى من المعتاد او اقل من المعتاد، فمعناها او من الوضع الطبيعي، فبعرف انه الكدني مش شغالة صح تمام، او انه في عنا مشكلة في الفلتريشن. ليش؟ لانه الكرياتينين بدخل على الكلية او على النفرون، بصير له فلتريشن كلياته وبطلع في الجسم تمام، من غير ري ابسوربشن، من غير سكريشن. ولو انه على ارض الواقع والاشي الصح انه هو بصير له شوية سكريشن تمام، ولكن احنا خلينا على الثيوري الموجودة عندنا انه هو بيدخل بصير له فلتريشن without reabsorption without secretion وبطلع كلياته في اليورين. المادة الثانية اللي بصير لها برضو نفس الشيء نفس الكرياتينين اللي هي الانيولين. هاي الانيولين هي مش مادة موجودة في الجسم، هي عبارة عن شيء انترفنشن انا بعطيه للمريضة عشان اشوف الكلية شغالة ولا مش شغالة تمام. يعني بعطيه انيولين مثلا، بعطيه على فرض 500 مل انيولين تمام، المفروض بالاخر اليورين تبع المريض قديش يطلع فيه 500 مل انيولين تمام. اذا طلع اقل من هيك بعرف انه والله ما صار له فلتريشن، في عندي مشكله في الفلتريشن، معناها الكدني فيها مشكله معينه تمام. فاذا هذا اول سيناريو. ثاني سيناريو انه تدخل عندنا ماده تمام يصير لها فلتريشن، بعدين ايش اعمل؟ اعمل لها شويه ري ابزوربشن، partial reabsorption، والجزء المتبقي اطلعه في اليورين تمام. يعني في عندنا مواد انه انا اوكي هي مهمه لإلي لازم ارجعها للدم تمام، ولكن انا مش محتاج اني ارجعها كلياتها، برجع جزء منها وبطلع في اليورين الجزء الثاني. مثل شو؟ مثل الالكترولايت. رح نشوف لقدام مثلا الصوديوم انا برجع جزء منه وبطلع الباقي في اليورين، البوتاسيوم او لا البوتاسيوم خليها على جنب، الكالسيوم مثلا باخذ جزء منه للدم وبعدين بطلع الباقي في اليورين تمام. فانا بعمل لإله فلتريشن، بعدين بعمله بارشل ري ابزوربشن، واللي بضل عندي بطلعه مع ايش؟ مع اليورين طبعا، ما بعمل له سكريشن. هذا ثاني سيناريو. ثالث سيناريو انه يدخل عندنا السابستنس او يدخل عندنا الافرنت ارتريول، اعمل فلتريشن، بعدين ايش اعمله؟ اعمله توتال ري ابزوربشن، هيشوفوا ما بطلع اشي باليورين، كل اللي بدخل عندي بالفلتريشن كلياته برجعه للدم. ليش؟ لانه هاي بتكون ماده كتير مهمه وانا محتاجه لانها تضل عندي جوا الجسم، انا مش محتاجه اني اطلعها باليورين. مثل شو؟ مثل الامينو اسيد، مثل الجلوكوز. الجلوكوز هو مصدر الطاقه في الجسم، هل معقول اني اطلع الجلوكوز في اليورين؟ لا طبعا مش راح اطلع الجلوكوز في اليورين، انا بدي الجلوكوز، فبعمله فلتريشن بعدين برجعه كلياته للجسم. فشو بعمل؟ بعمل فلتريشن زائد توتال ري ابزوربشن وما بطلع ولا شيء منه في اليورين. مثل شو؟ مثل الجلوكوز والأمينو أسيد. طب إذا إجا عندي مريض ولقيت عنده في اليورين تبعه في جلوكوز، هون بشك إنه هذا المريض إيش يكون عنده؟ يكون في عنده الديابيتس ميليتس تمام، إنه كمية الجلوكوز اللي في جسمه أصلاً كتير عالية عشان هيك بلش يطلعه إيش باليورين تمام. طيب رابع سيناريو صار عندي إنه يدخل عندنا الأفرنت أرتريول، أعمل له فلتريشن تمام، وكمان غير الفلتريشن أعمل له اكسكريشن، اعمله كمان سكريشن من غير ري ابزوربشن. طبعا ايش برايكم الماده اللي انا بدي افلترها
وكمان اي اشي كمان بضل في الدم برضو بطلعه، اكيد بدها تكون مادة ضارة، تمام؟ وما برجع منها ولا اشي لجسمي، 100% بدها تكون مادة ضارة، هاي ما بدي اياها انا بالمرة، تمام؟ مثل ايش؟ مثل الاتش بلس والكي بلس اللي هو البوتاسيوم. طبعا مش انه انا ما بدي اياها بالمرة، بس انه انا ما بدي اياها تعلى بجسمي عن حد معين. مثل ما قلت لكم البوتاسيوم اذا عالي عن حد معين صار في عندي هايبر كاليمي، انا بدخل بامرجنسي كيس، ممكن يموت المريض منها. نفس الشيء الاتش بلس اذا زادت انا بدخل باسيدوسز، ممكن المريض يموت منها. فهاي اشياء انه انا لازم اني اخليها برينج معين في جسمي، فعشان هيك بعملها فلتريشن زائد سكريشن، وما بعملها ري ابزوربشن. انا ما بدي ارجعها لجسمي، خلص انا اخذت اللي بدي اياه ضل جوا الجسم، تمام؟ فهاي هي السيناريوهات الاربعه اللي اوريدي شرحناهم على الفيجر، تمام؟ طيب هلا نرجع لانه انا حكينا انه دخل عندي افرنت ارتريول، دخلت على الجلوميرولس، صار في عندنا فلتريشن، وبعدين حكينا عن الابزوربشن والسكريشن. طيب شو هي الاشياء اللي بتاثر على الفلتريشن؟ يعني شو هي القوة اللي بتخلي انه يصير في عندنا فلتريشن ولا ما يصير في عندنا فلتريشن؟ في عندنا مجموعه قوة، في عندنا فورسز بتاثر على الفلتريشن، يا اما بتدعم الفلتريشن، بتزيد الفلتريشن، او بتقلل من الفلتريشن. طيب بدنا نقسمهم لا قوة بتزيد الفلتريشن وقوة بتقلل الفلتريشن. خلينا نشوف برضو الصورة، نفهم كل شيء على الصورة، بعدين نرجع للكلام. مثل ما انتم شايفين الموضوع هو فهم بحت، فاحنا بدنا نكون فاهمين كتير كويس عشان نقدر يعني نفهم الوضع هيك as a scenario، بعدين نقرأ الكلام بصير الأمور سهلة علينا أكتر. طيب شوفوا هلأ احنا عندنا أول قوة موجودة اللي هي الجلوميرولر كابيلاري بلود بريشر، تمام؟ او اللي ممكن نسميها جلوميرولر هايدروستاتيك بريشر، تمام؟ ايش هي؟ انه بدخل عندنا الافرنت ارتريول، تمام؟ الدم نفسه هو داخل بالافرنت ارتريول على الجلوميرولس، في له بريشر، تمام؟ هذا البريشر الداخل في الدم ايش راح يكون؟ راح يكون دائما بدفع باتجاه الفلتريشن، يعني بدفع الدم انه يدخل لعند الباوند كابسول. فهذا الجلوميرولر كابيلاري بريشر هذا بيزيد الفلتريشن، تمام؟ يعني بيزيد الجي اف ار، او الاسم الثاني لانه ايش حكينا اللي هو الجلوميرولر هايدروستاتيك بريشر، تمام؟ هذا بيزيد الجي اف ار، بيزيد الفلتريشن، بحب يعمل فلتريشن، تمام؟ يعني انتوا هيك تخيلوا انه انا عم بدخل عم بضخ دم كتير على جزء معين، رح يحب انه يطلع على برا، رح يحب الفلتريشن، تمام؟ طيب القوة الثانية اللي بتدعم الفلتريشن عندنا اللي هي او مبدئيا بس هي هاي القوة، اوكي؟ القوة الثانية اللي عندنا اللي بتكون عكس الفلتريشن اللي هو في عندنا اشي اسمه الباوند كابسول هايدروستاتيك بريشر. خلينا نيجي على هاي القوة بعدين نيجي على اللي بعديها. هون عندنا مش بدخل جزء من الفلويد على الباوند كابسول، طبعا هذا الفلويد الموجود على الباوند كابسول بحب انه يطلع منها، تمام؟ دائما الفلويد بحب يطلع من الجزء اللي هو موجود فيه، يعني اذا دخل على الجلوميرولس بحب يطلع منها على الباوند كابسول، واذا دخل على الباوند كابسول بحب انه يطلع من الباوند كابسول ويرجع على الجلوميرولس، تمام؟ فهذا اللي بحب انه يطلع من الباوند كابسول يرجع للجلوميرولس ايش عم بعمل؟ عم بعمل عكس الفلتريشن. فهذا شو بيعمل؟ هذا بقلل الجي اف اور، هذا عكس الفلتريشن، ما بحب الفلتريشن. طيب في عنا القوة الثالثة اللي هي البلازما كولويد أوزموتيك بريشر. شو هاي؟ هلأ دائما البروتين محل ما بيكون موجود بسحب الفلويد لإله، تمام؟ البروتينات بتحب الفلويد، تسحب الفلويد لإلها. فبحكينا إنه الجلوميرولس فيها جواتها بروتينات، تمام؟ مش احنا الدم بدخل، مش قلتكم البلازما في جواتها بروتينات، تمام؟ فهذا البلازما الداخل جواته بروتينات بحب يسحب الفلويد من الباوند كابسول لوين؟ للجلوميرولس. فمعناه شو بيقلل؟ بيقلل الفلتريشن، بيقلل الجي اف ار، هذا عم بسحب الفلويد من الباوند كابسول، اوكي؟ فبيقلل الفلتريشن، هذا عكس الفلتريشن. طب رح تيجي تحكي لي طب مش المفروض يكون في عنا قوة زي ما هون في عنا بلازما كولويد أوزموتيك بريشر، يكون في عنا كمان بروتينات موجودة في الباوند كابسول بتسحب الفلويد لإلها وإنها تكون مع الفلتريشن؟ رح أحكي لك إنه لا، ما عنا هذا الإشي. ليش ما عنا هذا الإشي؟ لأنه شو قلت لكم قبل شوي إنه أنا الفلتريشن
الجلوميرولس لما تعمل فلتريشن على الباوند كبسول بتطلع كل المواد اللي في البلازما عدا البروتين والار بي سي. فالبروتين مش راح يطلع من البلازما على الباوند كبسول، فمش راح يكون في عندي اونكوتيك بريشر جوا الباوند كبسول، تمام؟ فعشان هيك هاي القوه مش موجوده، هاي القوه بتكون زيرو. اوكي، فاذا شو القوة الموجودين في عندنا؟ في عندنا هيدروستاتيك بريشر او الجلوميرولس كابيلاري بلاد بريشر، اللي هو انه بس يدخل الدم عندنا على الجلوميرولس شو بحب؟ بحب يطلع منها، فبحب الفلتريشن، فبزيد الجي اف ار. بينما لما يطلع هو على الباوند كابسول الفلويد بيصير في له باوند كابسول هيدروستاتيك بريشر، انه الفلويد بحب يطلع من باوند كابسول ويرجع للجلوميرولس، فمعناها هذا عكس الفلتريشن. طيب الجلوميرولس نفسها في جواتها بروتينات، البروتينات بتحب الفلويد، بتسحب الفلويد لها، فبتبلش البروتينات اللي موجوده جوا الجلوميرولس تسحب الفلويد من باوند كابسول للجلوميرولس، فهي عكس الفلتريشن، فبتقلل الجي اف ار. ما في عندنا بروتينات في الباوند كابسول، فما في عندنا انه الباوند كابسول البروتين اللي فيها يسحب الفلويد، انها مش موجود اصلا فيها بروتينات، تمام؟ فخلينا نرجع للكلام الموجود عندنا هنا. مثل ما قلت لكم في عندنا هيدروستاتيك بريشر، في عندنا كولويد اوزموتيك بريشر، تمام؟ طيب هلا هون نيجي على المعادلات. بحكي لنا انه الجلوميرولس هيدروستاتيك بريشر او الباوند كابسول بريشر او الجلوميرولس انكوتيك بريشر، هذول كلياتهم، او النت فلتريشن بريشر، هذول كلياتهم يعني مصطلحات لنفس الكونسبت. اوكي، يعني شو ما حكيت منهم انا عم بحكي عن نفس الكونسبت. طب لو انا بدي احكي عن النت فلتريشن بريشر، يعني قديش بالمحصله انا بعمل فلتريشن، باجي بمسك الجلوميرولس بريشر، تمام، بطرح منه الباوند كابسول بريشر، تمام، وكمان بطرح منه الكولويد بريشر اللي هو موجود البلازما كولويد اوزموتيك بريشر، تمام، وكمان ايش راح ازيد عليه اللي هو الكولويد بريشر موجود جوا الجلوميرولس. خلينا نمسكهم واحده واحده عشان ما تخربطوا. اول اشي الجلوميرولس كابيلاري بلاد بريشر، يعني قديش في عنا بريشر جوا الجلوميرولس، حكينا هاي او اللي هي الجلوميرولس هيدروستاتيك بريشر، هاي قديش قيمتها؟ هون جايتون حكي انها 60، تمام، الصوره هون كاتبين 55، الدكتور يعني حكى بالمحاضره انه 60 او 55 لا تقلقوا، هو هو بالامتحان بيكون محدد لكم هل بده اياها 60 ولا 55. anyway نمشي على جايتون، انها هي ال الجلوميرولس بلد بريشر هي موجود فيها 60، تمام، فهاي ايش حكينا عنها؟ هاي مع الفلتريشن، تمام، هاي بتحب الفلتريشن، قلت لكم هاي انها بدها تطلع، بدها تعمل فلتريشن اكثر، اللي هي قديش قيمتها؟ 60. طيب هيك هاي اللي هي مع الفلتريشن، قلنا بدنا نقسم القوى لا with filtration وopposite للفلتريشن، فهاي with filtration. هلا هدول التنتين اللي هون هدول opposite للفلتريشن، شو هم؟ اول وحده اللي هي الباوند كبسول هيدروستاتيك بريشر، مش قلت لكم انه لما يدخل على الباوند كبسول فلويد رح تبلش انها بدها تطلع من الباوند كبسول للجلوميرولس، فهي عكس الفلتريشن. قديش قيمتها هون؟ حكينا 15، بس جايتون بيحكي انها 18، فنعتمد انها 18. فاذا هاي 60 بدي اطرح منها 18، يعني هاي 60 لها with وهاي opposite، تمام، فبدي أطرح منها 18، كمان بدي أطرح منها اللي هي البلازما كولويد أوزماتيك بريشر، لأنه هاي قلنا هنا برضو عكس الفلتريشن، تمام، لأنها بتسحب الفلويد للجلوميرولس، فهي عكس الفلتريشن. ودي قديش قيمتها؟ 32. فبصفي عنا 60 ناقص 18 ناقص 32، طبعا شو هي الزائد صفر هاي؟ اللي هو مش قلت لكم إنه الجلوميرولس ما في جواتها الباوند كابسول ما في جواتها بروتين، فما بتقدر انها تسحب فلويد لها، فهاي هي اللي هي الفي تي بي اللي هي الكولويد اوزموتيك بريشر جوا الباوند كابسول، هاي صفر ما في، لانه ما في عندنا بروتينات جوا الباوند كابسول، البروتينات موجوده جوا الجلوميرولس. وقديش قيمتها؟ 32 اللي هي الاوزموتيك انكوتيك بريشر. اوكي، فبصفي عندنا بالاخر 60 ناقص 18 ناقص 32، قديش بالاخر انا بفلتر؟ 10. اوكي، فهذا هو النت فلتريشن بريشر. طب اذا انا بدي اجي احسب الجي اف ار، طبعا الجي اف ار مهمه، يعني انت بس تدخل مريض عندك على المستشفى عنده مشكله في الرينال سيستم، اول سؤال بسالك يا دكتور انا قديش الجي اف ار لهذا المريض، اوكي، عشان اعرف هل في له فلتريشن كويس، هل كدني شغاله ولا مش شغاله. كيف بحسب الجي اف ار؟ اللي هي هذا الثابت اللي هو الكي اللي هو قيمته 12.5، تمام، ضرب النت فلتريشن بريشر، ف 12.5 ضرب الفلتريشن بريشر كم؟ 10، تمام، ف 10 ضرب 12.5 125. هذا الكلام اللي احنا حكيناه بالبدايه، انه قديش الكليه
أو النفرون بفلتر بالدقيقة 125 مليليتر لكل دقيقة، واللي هي بالآخر بتطلع 180 لتر في اليوم. أوكي، فهذا هو الجي أف أر، هذا هو النورمال جي أف أر. طبعا كيف ممكن يصير أب نورمال؟ بأنه يتغير عندنا الكي أو تتغير الفلتريشن بريشر. متى بتتغير عندنا الكي؟ في حال مثلا مريض هايبرتنشن أو دي أم ممكن تتغير عنده الكي، تمام. والنت فلتريشن بريشر متى ممكن أنها تتغير؟ إذا والله الجلوميرولس كابيلاري بلاد بريشر زادت أو قلت، إذا البلازما كولويد قلت أو زادت، إذا الباون كابسول هيدروستاتيك بريشر زادت أو قلت، تمام. في هاي الحالات بتغير عندنا النت فلتريشن بريشر. أوكي، طيب ليش الجي اف ار عاليه؟ لانه بيحكي لنا انه معظم الويست برودكت ار ريموفد رابيدلي، انه بسرعه احنا بصير لهم فلتريشن، فعشان هيك الجي اف ار عاليه. وبيحكي لنا لو اول بلاد فلويد تو بي فلترد اند بروسيسد باي كيدني. ليش انا الجي اف ار ليش بعمل فلتريشن بكميه كتير كبيره؟ بعمل 125 مللتر، انا بعمله فلتريشن في الدقيقه. ليش انا عم بعمل هذا الكلام؟ يعني كتير كتير كبير هاي الكميه، عشان مش قلنا انه انا بدي افلتر كل بلازما اللي في الجسم. فعشان اقدر اني افلتر كل البلازما اللي في الجسم، انا بحاجه انه كل دقيقه افلتر كميه كتير كبيره. اوكي، فهي هي الفكره من انه احنا عندنا الجي اف ار عاليه. طيب قبل شوي حكينا شو هي الفورسز اللي بتاثر على الجي اف ار. طب شو هي الفاكتورز اللي ممكن تقلل لنا الجي اف ار او ممكن انها تزيد لنا الجي اف ار؟ بدنا نحكي هلا عنهم. طيب عشان احكي شو هي الفاكتور اللي افكت على الجي اف ار، خلينا نرجع نتذكر شو هي معادله الجي اف ار. معادله الجي اف ار اللي هي الكي، اللي هو الكوفيشنت اللي هو الثابت اللي حكينا عنه قبل شوي، ضرب اللي هي النت فلتريشن ريت، صح؟ طيب فاذا انا عشان احكي شو هم الفاكتورز، يا اما الفاكتورز بدها تكون تاثر على الكوفيشنت الثابت هذا، او بدها تاثر على النت فلتريشن ريت. فخلينا ناخذ اول فاكتور عندنا، بحكي لنا انه يقل الجلوميرولر كابيلاري فلتريشن كوفيشنت. مين هو الجلوميرولر كابيلاري فلتريشن كوفيشنت؟ هو الكي. اذا قلت الكي شو راح يصير بالجي اف ار؟ راح تقل، لانها علاقه طرديه، تمام. طب متى ممكن انها تقل الكي؟ في حال كان في عندنا انكنترولد هايبرتنشن، في حال كان في عندنا دايابيتس ميليتس. في هاي الحالات شو بصير في عندنا؟ بصير بيحكي لنا انه بزيد الثيكنينج للبيزمنت ممبرين. تذكروا البيزمنت ممبرين اللي هو كان حكينا انه نيجاتيف تشارج. فبيحكي لنا انه هذا ايش بصير فيه في حاله الدي ام والهايبرتنشن اذا كانوا انكنترولد؟ بزيد عندنا الثيكنينج للبيزمنت ممبرين، وبصير في عنا الدمج على الكابيلاري. فهذا كله يعتبر بقلل الكي اللي هو الكوافيشنت. إذا قلت الكوافيشنت بتم قلنا علاقة طردية، قلت الكي بتقلل الجي أف أر، تمام. فهذا أول فاكتور. طيب خلصنا من الكي هذا كفاكتور، نيجي على الفاكتور الثاني اللي هو النت فلتريشن ريت. النت فلتريشن ريت قبل شوي حكينا عن 3 فورسز بتأثر عليه. مين هم 3 فورسز اللي بيأثروا عليه؟ حكينا عن الجلوميرولر بلاد بريشر، حكينا عن الباون كابسول هيدروستاتيك بريشر، وحكينا عن البلازما أنكوتيك بريشر، تمام. إذا أي واحدة فيهم تغيرت رح تتغير النت فلتريشن ريت. إذا تغيرت النت فلتريشن ريت رح تتغير الجي أف أر بكل بساطة، تمام. طيب هلأ احنا اذا بتتذكروا حكينا من هدول الثلاث قوى، في عنا تو فورسز بيكونوا عكس الفلتريشن، يعني بيقللوا الجي اف ار اصلا لانهم هم بيمشوا عكس الفلتريشن. وفي عنا قوه حكينا هي بتمشي مع الجي اف ار، يعني تمشي مع الفلتريشن، بتحب تعمل فلتريشن اكثر. طيب مين هم القوتين اللي حكينا انهم بيمشوا عكس الفلتريشن؟ اللي هي الباوند كابسول هيدروستاتيك بريشر والكابيلاري كولويد اوزماتيك بريشر. هلا اذا زاد الباوند كابسول هيدروستاتيك بريشر، نرجع نطلع على الصوره هيك عشان نتذكر. هاي هي الباوند هيدروستاتيك بريشر. اذا هاي زادت، هي لوين اتجاهها؟ لهون. ايش يعني لهون؟ يعني هي عكس الفلتريشن، يعني هي بتقلل الفلتريشن، يعني بتقلل جي اف ار. فاذا زادت عندنا الباوند كابسول هيدروستاتيك بريشر، شو بصير في الجي اف ار؟ بتقل. متى بتقل عن متى بصير في عنا انه بزيد الباوند كابسول هيدروستاتيك بريشر؟ في حال صار في عنا ستونز، صار في عنا كيدني ستون. ايش يعني كيدني ستون؟ يعني صار في عنا حصاوي في الكلى، تمام. هاي بتزيد الباوند كابسول هيدروستاتيك بريشر. فاذا زاد بقلل الجي اف ار، تمام. ف طبعا هو اذا زاد الباوند كابسول هيدروستاتيك بريشر راح تقل عنا النت فلتريشن ريت، تمام، لانها هي بتمشي عكس الفلتريشن قلنا، فبتقلل النت فلتريشن ريت فبقلل الجي اف ار. طيب الجلوميرولر كابيلاري كولويد اوزماتيك بريشر برضه هاي بتمشي عكس الفلتريشن، فاذا هي زادت
بقل النت فلتريشن، بقل كمية الفلتريشن أنا بعمله، فبالتالي بقل الجي أف أور. تمام؟ طيب بحكي لنا إنه هي قديش إحنا حكينا الكابيلاري كولويد أوزماتيك بريشر، حكينا إنه جايتل متى منها 32. هلأ هي أفرج من 28 ل 36، تمام؟ هذا هو الرينج تبعها، والأفرج إنها تكون 32. تمام؟ طب متى ممكن هذا الوضع الطبيعي، متى ممكن إنها تزيد عن هذا الحد؟ لأنه إذا زادت قلنا بقل الجي أف أور، متى ممكن انها تزيد؟ بحكي لنا انه اصلا من الاصل يكون البلازما فيها بروتينات اكثر. لما يكون فيها بروتينات اكثر بصير في عندنا كولويد اوزماتيك بريشر اكثر، فبصير في عندنا فلتريشن اقل، فبقلل الجي اف اور. تمام؟ طيب بحكي لنا انه انه الفراكشن لا اوف بلازما فلترد اللي هو الفلترد فراكشن انكريز ذا فلتريشن فراكشن اولسو كونسنتريت ذا البلازما بروتين اند رايزز الجلوميرولر كولويد اوزماتيك بريشر. ف اوكي هلا ايش الفكره؟ انه انا اذا دخل عندي بالافرنت ارتريول البلازما، تمام، وعملت فلتريشن كتير 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 لها، تمام، يعني اخذت فلويد كتير كتير منها، شو راح يصفي عندنا موجود في البلازما؟ بروتينات. يعني اذا انا اخذت فلويد كتير فراح يصفي الكونسنتريشن تبع البروتين جوا البلازما صار يعني يعتبر انه اعلى، فشو رح تقوم البروتينات هاي؟ رح تقوم ترجع تسحب الفلويد لإلها. اوكي، فاذا يا اما من الاصل بيكون البلازما واصلتني فيها بروتينات عاليه، او اما لما وصلتني ككدني قمت سحبت منها فلويد كتير فصارت البروتينات مركزه في البلازما فرجعت سحبت الفلويد مني. اوكي، فهي هي الحالات اللي بزيد فيها الكابيلاري كولويد اوزماتيك بريشر. ومثل ما اتفقنا اذا بزيد بقل عندنا الفلتريشن ريت فبقل عندنا الجي اف اور. تمام؟ طيب نيجي على الفاكتور الرابع اللي هو قلنا هاي الفورس اللي هي ماشي اصلا مع الفلتريشن، هاي بتحب تعمل فلتريشن، اللي هي مين؟ اللي هي الجلوميرولر كابيلاري هايدروستاتيك بريشر او الجلوميرولر كابيلاري بلد بريشر. تمام؟ هاي ايش قلنا عنها؟ شوفوا نرجع للصوره، هي اللي هي هاي الفاكتور او هاي الفورس. هاي شو قلنا؟ بدخل عندنا الدم على الجلوميرولرس، طبعا ايش بحب الدم؟ يطلع من الجلوميرولرس يروح على الباون كابسول، فهذا بحب الفلتريشن. هاي اللي قلنا قديش قيمتها؟ 60. تمام؟ اللي هي اعلى فورس. اوكي، هاي بحكي لنا انه هاي الفورس اذا زادت شو رح يصير في الفلتريشن؟ رح يزيد. شو بصير بالجي اف ار؟ بتزيد. طب متى ممكن انه يزيد الجلوميرولر كابيلاري هايدروستاتيك بريشر؟ بحكي لنا انه هو مهم للريجليشن للجي اف ار. متى ممكن يزيد؟ انه اصلا يجيني انه البلد بريشر تبع المريض تكون عاليه. يعني تخيل انه المريض عنده بلد بريشر عاليه، الدم عم بيمشي بسرعه كتير كبيره وبحجم كتير كبير، دخل على الكليه بسرعه كتيره وحجم كتير كبير، فمعناها ايش؟ الكليه رح تبلش تعمل فلتريشن اكثر، هاي الفورس بتكون اكبر، فالفورس كانت اكبر فلتريشن اكبر جي اف ار اكثر. تمام؟ فاذا كان عندنا البلد بريشر عالي هذا بقل بزيد من الجلوميرولر كابيلاري هايدروستاتيك بريشر، بزيد النت فلتريشن ريت، بزيد الجي اف ار. اوكي، طيب هلا تاني سبب بحكينا انه يصير في عندنا افيرنت ارتريول ريزيستنت. يعني تخيل انه الافيرنت ارتريول ايش صار فيه؟ صار فيه مقاومة أكتر. تمام؟ يعني تخيل مثلا صار فيه obstruction partial obstruction، رح يصير الدم يعني خلينا نطلع شوي من afferent arteriole، ناخد مثال واقعي، تخيل حالك ماسك بربيش مي، تمام، وسكرت جزء صغير منه. تمام؟ هلأ المي شو رح تصير تطلع من البربيش؟ بسرعة وبضغط كتير أكبر. تمام؟ نفس الفكرة، إذا الافرنت آرتريول تسكر جزء صغير منه أو صار في عنا شوية ريزيستنت فيه، شو رح يصير؟ الدم يطلع منه ببرشر كتير عالية. لما يطلع ببرشر كتير عالية فمعناها الهايدروستاتيك برشر رح توصل للجلوميرولس رح تكون عالية، بصير فلتريشن أكتر، بصير جي اف ار أكتر. تمام؟ فهي هي الفكرة من إنه يصير في عنا افرنت آرتريول ريزيستنت. تمام؟ طب الافرنت آرتريول بحكي لي انه اذا صار فيها ريزيستنت، تمام، ولكن الافرنت ارتريول في لها باي فيزيك افكت. شو يعني انه في لها باي فيزيك افكت؟ رح نشرحها كمان شوي. انه انا الافرنت ارتريول اذا انا سكرتها انه بجزء كتير بسيط او صار ريزيستنت بجزء كتير بسيط، تمام، مودريت، تمام، هذا ايش معناها؟ انه هو يعني بيزيد لنا الريزيستنت. يعني اذا كان في عندنا مودريت انكريز في الريزيستنس هذا بيزيد الجي اف ار شوي، ولكن اذا انا عملت سيفير كونستريكشن او سيفير ريزيستنت هذا بقلل الجي اف ار. كيف الفكره منه هذا الموضوع؟
خلينا نشوف هيك صورة، مثلا نحكي عن هاي الصورة عشان تفهموا شو فكرة الباي فيزك تبعت الافرنت ارتريول، وصراحة كتير مهمة هاي، ولأنه لقدام شوي بالفارماكولوجي رح تاخدوا عن أدوية بتعتمد على هذا الموضوع. طيب خلينا نيجي نحكي انه انا عملت مايلد اوبستراكشن هون، تمام؟ مش اوبستراكشن كامل، ولا انه انا عملت ريزيستنت كتير عنيف، ريزيستنت هيك بسيط شوي. شو رح يصير في الدم؟ رح يصير الدم يدخل هون على الجلوميرولس، ما بقدر يطلع من الافرنت ارتريول، رح يتجمع هون. لما يتجمع هون ايش بصير فيه؟ بصير البريشر تبعته كتير عالية، تمام؟ فبزيد البريشر اللي هي الجلوميرولر كابيلاري بلاد بريشر، فبصير في عنا فلتريشن اعلى، بتزيد الجي اف ار، تمام. طيب نفرض انه انا عملت هون سيفير اوبستراكشن، يعني سكرته هيك على الاخر، تمام؟ او مثلا انه انا كان في عنا سيفير ريزيستنت، ايش بصير في عنا؟ بتدخل الدم عنا هون، بصير يتجمع الدم هون. طبعا ننتبه انه الدم بتجمع هون مش دم لحاله، بتجمع دم وبروتين. طبعا ببلش اول اشي انه الجي اف ار قاعدة عم بتزيد عنا، بعدين شو رح يصير؟ رح تصفي انا في عندي بس هون متجمع عنا في الدم، هون متجمع عندي بس بروتينات، تمام؟ لما تتجمع بروتينات شو رح تعمل البروتينات؟ رح ترجع تسحب الفلويد لإلها، تمام؟ فعشان هيك بتقل الجي اف ار، فعشان هيك احنا بنسمي انه انا الافيرنت ارتريول في له باي فيزك افكت. شو يعني باي فيزك افكت؟ يعني في له انه يعني تاثير بشكل متضارب، وبيعتمد على انه هل انا بعمل سيفير كونستراكشن، سيفير ريزيستنت، ولا انا عم بعمل مودريت ريزيستنت. اذا عملت مودريت ريزيستنت، مودريت اوبستراكشن، انا عم بزيد الجي اف ار. ليش؟ لانه قلنا بزيد الجلوميرولس بلد بريشر. ولكن اذا انا عملت سيفير كونستراكشن ولمده طويله، شو بصير في عندي؟ بتزيد الانكوتيك بريشر اللي هي البروتينات، فبتبلش تسحب الفلويد لها، فببلش يقل عندي الجي اف ار. اوكي، فالافيرنت ارتريول في له باي فيزك افكت. فاذا هاي هي الفاكتورز بتاثر على الجي اف ار. قلنا يا اما باثر على الكوفيشنت اللي هو الكي، او باثر على النت فلتريشن ريت. الكي مين بياثر عليه؟ طبعا والكي اللي هو الكوفيشنت علاقته طرديه مع الجي اف ار. اذا انا قللت الكي معناها انا بقلل الجي اف ار. متى بقل؟ عن طريق الدي ام او الهايبرتنشن، لما يكون ان كنترولد. وفهمنا ليش. طب النت فلتريشن ريت ممكن اثر عليه بثلاث قوى، اللي هم اصلا ثلاث قوى اللي بيتحكموا فيه، اللي هي الباون كابسول هيدروستاتيك بريشر اللي هي عكس الجي اف ار، هاي بتقلل الجي اف ار. اذا زادت بقلل الجي اف ار عندنا. وفي عندنا الجلوميرولس كابيلاري او كولويد اوزموتيك بريشر، هاي اذا زادت برضه بتقللنا الجي اف ار، لأنها هاي بتمشي عكس الفلتريشن. وفي عنا الجلوميرولس كابيلاري هيدروستاتيك بريشر، هاي بتمشي مع الفلتريشن، فإذا زادت بيزيد الجي اف ار. وعرفنا كل وحدة متى بتزيد ومتى بتقل. اوكي، نيجي على اخر جزئية عنا موجودة في هاي المحاضرة، اللي هو الرينال بلود فلو. يعني هو اصلا من الاصل الافيرنت ارتريول، هل انه انا بقدر اتحكم بكمية الدم اللي بيوصلها؟ هل انا ممكن ازيده؟ هل ممكن انه انا اقلله؟ وبالتالي هو هذا الاشي اثر على الفلتريشن؟ يس 100%. هلا بالوضع الطبيعي انا بوصلني مثل ما اتفقنا ببداية المحاضرة، بوصلني 1100 ملي لتر في الدقيقة للكدني، يعني بيوصلني 22% من الكارديك اوتبوت كدم بيوصل للكدني، تمام؟ طبعا الكدني اتفقنا من البداية انه هي بيوصلها هذا الكم الهائل عشان هي بتحتاج اكسجين. احنا مش مختلفين على نقطة انها هي بتحتاج اكسجين، وبتحتاج اكسجين بكميات برضو كتير كويسة. ليش؟ لانه الكدني فيها اللي هو الصوديوم بوتاسيوم بومب، والصوديوم بوتاسيوم بومب اذا بتذكروا من سنة اولى هي بتحتاج لانيرجي، تمام؟ وعشان انا بدي انيرجي فانا بحاجة لاكسجين، تمام؟ فهي فيها صوديوم بوتاسيوم بومب كتيرة، فعشان هيك هي بحاجة لاكسجين كتير. وكمان انا بيوصلني هذا الكم الهائل من الدم عشان انا محتاجة اني افلتر الدم كلياته والبلازما كلياتها، فعشان هيك انا بوصلني كم كبير للكليه، تمام؟ طيب كيف انا ممكن اعمل كنترول على الرينال بلد فلو، يعني على الدم اللي اصلا بيوصل للكدني؟ ممكن اعمل له كنترول باكثر من طريقه. نبلش باول طريقه اللي هي السمباثيتك نيرفوس سيستم، تمام؟ يعني انتم عارفين اصلا يعني اي شيء في الجسم بدي اعمله كنترول رح اروح على النيرفوس سيستم. السمباثيتك نيرفوس سيستم ممكن تاثر على الافيرنت ارتريول، وممكن تاثر على الافيرنت ارتريول. طبعا من دراستكم بسنه اولى للفارماكولوجي ولهاي الامور كلها، السمباثيتك نيرفوس سيستم شو بتعمل على الفيسل؟ دائما السمباثيتك نيرفوس سيستم بتعمل فازو كونستراكشن، تمام؟
هلا هي بتعمل فازو كونستريكشن. ايش يعني انا بعمل فازو كونستريكشن؟ يعني انا عم بضيق البسل. ايش يعني؟ يعني عم بزيد الريزيستنت. قبل شوي شو حكينا؟ انزا بعمل ريزيستنت على الافيرنت ارتريول، قلنا بس اعمل ريزيستنت على الافيرنت ارتريول انه انا ايش عم بعمل؟ بضخ الدم ببرشر عالي. تذكروا بربيش الدم اللي انا بربيش المي اللي انا بسكر جزء صغير منه، كيف المي راح تطلع منه بقوة كبيرة، فراح تطلع منه الدم ببرشر عالي، فبالتالي انه ايش ماله بصير في عندنا جي اوف اور عالي، تمام. ولكن اذا انا عملت سيفير كونستريكشن يعني سترونج كونستريكشن وصار ريزيستنت كتير عالي، هون اصلا الدم راح يبطل يوصل للكدني، فشو راح يصير في الفلتريشن؟ اكيد راح تقل عندنا الفلتريشن، ما في عندنا الدم بيوصل عشان افلتره اصلا، اوكي. فهاي هي بالنسبه للافرنت ارتريول. بالنسبه للايفيرنت ارتريول حكينا انه في له باي فيزيك افكت، اذا انا سكرته بمودريت اكتيفيشن يعني انه انا صار في عندنا كونستريكشن ولكن مودريت او مايلد، ايش قلنا؟ هذا بزيد الجي اف ار. ليش؟ لانه بزيد عندنا الجلوميرولس هايدروستاتيك بريشر. ولكن اذا انا عملت سيفير كونستريكشن شو راح يصير؟ راح تقل الجي اف ار. ليش؟ لانه بزيد عندنا الانكوتيك بريشر، قلنا بزيد البروتينات فبتبلش تسحب الفلويد لها، تمام. هذا اعاده اللي حكيناه، وهذا الرسم اللي عندنا هون هاي بتمثل انه كيف الايفيرنت ارتريول بالبدايه انه اذا انا عملت مايلد constriction ايش بصير في الجي اف ار؟ عم بزيد. ولكن اذا عملت سيفير constriction شو بصير في الجي اف ار؟ عم بتقل، تمام. فهذا اول كنترول اللي هو السمباثيتك نيرفس سيستم. هذا يعني هو انه الفيسل اللي اصلا جاي على الكدني يا اما بتتوسع يا اما بتتضيق، تمام. والسمباثيتك بعمل فازو constriction. تاني كنترول عليها اللي هو الهرمونز. اذا انا الجسم افرز النور ابينفرين الابينفرين الاندوثيليان، هدول كلاتهم شو بيعملوا؟ هدول بيعملوا فازو constriction، تمام. كونهم بيعملوا فازو كونستريكشن على الرينال فيسل اللي هي اصلا المين فيسل اللي جاي للكدني. تخيل انه هذا المين فيسل جاي على الكدني يجي وهو فيه كونستريكشن، معناها عم بوصلني دم اقل، معناها انا راح افلتر اقل، معناها الجي اف ار راح يكون اقل، تمام. ولكن اذا الجسم افرز الانجيوتنسين 2 اللي هو جاي من الرنين، راح نحكي عنه بالمحاضرات الجاي، الانجيوتنسين 2 بيعمل كونستريكشن على الايفيرنت ارتريول وبيعمل كونستريكشن عليها بمايلد، تمام، او مودريت، تمام. واحنا شو اتفقنا؟ اذا انا عملت مايلد كونستريكشن على الايفيرنت شو بصير بالجي اف ار؟ بتزيد الجي اف ار، تمام. طب اذا الجسم افرز الاندوثيليال او انه افرز النايتريك اوكسايد، دائما وابدا احفظوا انه النايتريك اوكسايد بيعمل فازو دايليشن في تقريبا معظم الفيسل الموجودين في الجسم، فلما يعملي فازو دايليشن عم بيوسع الفيسل، فشو بصير بالريزيستنت؟ بتقل. شو بصير بالدم اللي اصلا عم بيوصلني؟ بصير الدم اللي بيوصلني اصلا اكثر، فشو بصير بالفلتريشن؟ بزيد. شو بصير بالجي اف ار؟ بتزيد. طب اذا الجسم افرز بروستاجلاندين براديكاينين شو بصير؟ برضه بصير في عندنا برضه فازو دايليشن، وهذا الشيء شو بيعمل؟ بنفس الشيء انه بزيد لنا الجي اف ار، تمام. فاحفظوا شو هي الاشياء اللي بتعمل فازو كونستريكشن تقلل الجي اف ار، وشو الاشياء اللي بتعمل فازو دايليشن بتزيد الجي اف ار. طبعا هو بيعمل فازو دايليشن وفازو كونستريكشن على المين فيسل اللي عم توصل للكدني اللي هو الرينال ارتري، اوكي. يعني هون احنا ما عم نحكي عن افيرنت وافيرنت، اوكي، احنا بنحكي عن المين ارتري اللي هو اصلا جاي على الكدني. فلما المين ارتري يصير له كونستريكشن فمعناها ما عم بوصلني دم كتير، لما يصير له دايليشن معناها عم بوصلني دم كتير، اوكي. فهيك انه اعرفوها. طيب في عنا ثالث كنترول على الرينال بلود فلو اللي بتوصل للكدني اللي هو الاوتو ريجليشن اوف جي اف ار اند رينال بلود فلو. شو يعني هذا الكلام؟ هلا احنا عنا ضغطنا ما بيكون ثابت طول اليوم، يعني مرات بنزل مرات بطلع. هل معقول الكدني انه مجرد ما ينزل الضغط شوي ولا يطلع الضغط شوي مباشرة بدها تتأثر؟ لا، في لها إشي اسمه بنسميه auto regulation. معظم الأورجان في الجسم في عندهم هذا الإشي اللي هو auto regulation. أهم أورجان في عنده auto regulation برضو البرين، رح نحكي عنه في السيستمات الجاية إن شاء الله. فشو هو auto regulation؟ شو يعني؟ يعني إنه الكدني بتضلها محافظة على وظيفتها إذا البلد بريشر اتحرك برينج معين. إيش هو الرينج اللي بتحرك فيه؟ إذا البلد بريشر كان بين 75 ل 160، يعني إذا البلد بريشر صار 100، صار 90، صار 150، صار 140، 160، بضل الجي اف ار مثل ما هو ولا بتغير، تمام. ولكن مجرد ما انه البلد بريشر
يقل عن 75 او يزيد عن 160، هون الاوتو ريجليشن بسلم كل اموره وبيحكي انا ما دخلني، تمام؟ والجي اف ار هون بتبلش تلاخم، يا بتزيد يا بتقل، اوكي؟ فاذا احنا في عنا اوتو ريجليشن، شو معناه؟ انه الجي اف ار بتضلها مثل ما هي كونستنت ضمن رينج معين للبلد بريشر اللي هو من 75 ل 160. شوفوا هنا، هي هون قاعد عم بزيد عنا البلد بريشر، تمام؟ شو عم بصير في الجي اف ار؟ هي ثابته، الجي اف ار كونستنت، اوكي، ضمن رينج معين للبلد بريشر. خارج هذا الرينج الجي اف ار بتبلش تتخربط، اوكي. فبحكي لنا انه نورمالي الفلتريشن، حكينا انه بصير في عنا فلتريشن 180 لتر في اليوم، بنعمل ري ابزوربشن لمعظم الاشياء، يعني معظم الاشياء اللي انا بفلترها برجعها، تمام؟ بعمل فلتريشن ل 178.5 لتر في اليوم. اذا بتتذكروا قبل شوي حكيت لكم انه احنا بالدقيقه الواحده بفلتر 125 وقديش برجع 125 ملليلتر طبعا، وبرجع 124 ملليلتر منهم. فانا معظم الاشياء اللي بفلترها برجعها، اوكي. طبعا واليورين قديش بيطلع لنا بالاخر؟ لتر ونص في اليوم، هذا الافرج، اوكي. طبعا اذا هذا في حال انه انا في عندي اوتو ريجليشن شغال والجي اف ار امورها تمام. في حال انا ما في عندي اوتو ريجليشن، نفرض انه ما في عندنا اوتو ريجليشن والبريشر زاد 25%، قديش بصير عندنا الجي اف ار؟ 225 لتر في اليوم. تخيلوا، نط من 180 ل 225، بس مجرد انه زاد عندنا البلد بريشر ب 25%، نط عندنا الجي اف ار اكثر من الضعف، اوكي، او تقريبا الضعف، تمام. فبحكي لنا في حال انه الجي اف ار نط عندنا ل 225 والري ابزوربشن ضل زي ما هو اللي هو 178.5، قديش رح يطلع عندنا اليورين؟ رح يطلع عندنا 46 لتر ونص في اليوم يورين. تخيلوا قد ايه كثير، يعني تو ماتش، من لتر ونص في اليوم ل 46 لتر ونص، فهو إشي كتير كبير. فعشان هيك احنا في عندنا الاوتو ريجليشن عشان تصير الامور في جسمنا منطقيه، تمام. فبحكي لنا انه اليورين من غير الاوتو ريجليشن بزيد 30 ضعف، اوكي. فهاي هي فائده الاوتو ريجليشن، فهذا هو الموضوع عشان انه احنا نحس بفائده الاوتو ريجليشن. طيب هلا للامانه هذا الإشي الدكتور اصلا ما شرحه في المحاضره، ولكن هو كان حاكي عنه السنه الماضيه، فعشان هيك انا بدي احكي لكم عنه، تمام، عشان انه احنا نكون مغطين كل شيء، يعني في لو جابه في الامتحان. طيب هلا اوريدي الماكلا دنسا رح نحكي عنها في المحاضرات الجايه ان شاء الله. هلا بحكي لنا، اذا بتذكروا قبل شوي او ببدايه المحاضره حكيت لكم انه في عنا بالاسندنج لوب اوف هنلي في عنا شيء اسمه ماكلا دنسا، وقلت لكم هاي كتير كتير مهمه. ليش هي مهمه؟ لان هاي بتحس لي قديش انا عم بعمل فلتريشن، هاي بتحس الجي اف ار، يعني بتشوف انه والله الجي اف ار ال معناها اوكي انا بدي اتدخل واظبط الوضع، الجي اف ار زاد بدي اتدخل واظبط الوضع، تمام. فالماكلا تنسى هي بتحس لي قديش انا بعمل فلتريشن وقديش في عنا جي اف ار. فبحكي لي في حال قل عنا الجي اف ار، تمام، لانه قل عنا الفلوريت، شو بتعمل الماكلا دنسا؟ بتزيد ال NaCl reabsorption. قبل شوي حكيت لكم بداية المحاضرة قلت لكم الصوديوم بيلحق ووتر، فبحكي لي انه اذا الجي اف ار الفلتريشن انا عم بفلتره قليل، لانه اصلا الدم اللي عم بيوصل لي قليل، يعني تخيل المريض هايبوتنسيف او كان في عنده ستينوسيس بالرينال ارتري، فالدم اللي عم بيوصله قليل اصلا للكدني، فطبيعي رح يفلتر اقل. فالماكلا دنسا بتحس انه الفلتريشن انه والله قل. ليش قل؟ لانه اصلا انا ما وصلني دم كفاية. فشو بتقوم تعمل؟ بتبلش ترجع الصوديوم على الجسم. لما ارجع صوديوم على الجسم شو رح ارجع معه؟ رح ارجع معه ووتر. لما ارجع ووتر للبلد فيسل شو رح يصير في الفوليوم تبعه؟ رح يزيد الفوليوم للبلد فلويد. فشو بصير بالهايبرتنشن وبالبلد في الجسم؟ بيزيد، فبيرجع كل اشي للطبيعي، تمام. فهاي هي الفكرة من كل هذا الموضوع. فبرضو الماكلا دنسا شو بتعمل؟ محكي لنا انه هي انها هي بتعمل دايلتيشن للافيرنت ارتريول مثل ما قلت لكم، لانها هي بتحس انه الفلتريشن قل لانه ما وصل الدم كفايه. فشو بتعمل؟ بتروح على الافيرنت ارتريول بتقول له توسع دخل لي دم اكثر، تمام، وبتطلع لنا الرينن، والرينن بتحول للانجيوتنسن، وبالاخر الانجيوتنسن 2 مثل ما اتفقنا بعمل مايلد كونستركشن على الافيرنت ارتريول، فبرضه بيزيد الجي اف ار.
بحكي لنا انه بتروح على الجاكسا ميدلري اباراتس، وانها هي بتعمل كنترول على الجي اف ار. مش مهمه هاي هلا، رح نحكي عن تفاصيلها في المحاضرات الجاي. بتروح على الايس انهبيتر مايت كوز سيفير ديكريز ان جي اف ار، برضه هاي تركوها. هذا الايس انهبيتر هو عباره عن دواء انا بعطيه عشان اقلل الجي اف ار، بس هاي مش مهمه هلا، هون رح نحكي عنها بعدين لما احكي عن الجاكسا ميدلري اباراتس واحكي عن الرينين انجيوتنسن، مش مهمه هلا هون. وبعدين شو بتقوم تعمل؟ بتزيد لنا الصوديوم، تمام؟ فبرضه بتعمل انه في حال زادت، يعني في حال زاد عندنا الجي اف ار بتزيد الصوديوم وبتعمل كونستريكشن على الافرنت ارتريول. فبكل بساطه انه انا عندي اذا زاد، اذا قل الجي اف ار، شو بتعمل الماكلا دنسا؟ بتعمل لي هدول الشغلتين، تمام؟ بتعمل لي دايلتيشن على الافرنت ارتريول وبتطلع الرينن عشان انها تعمل كونستريكشن على الافرنت ارتريول. في حال ان هي صار في عنا انه زاد الجي اف ار، تمام؟ في حال زاد الجي اف ار شو بتعمل؟ بتزيد الصوديوم، بتعمل بازو كونستريكشن على الافرنت، تمام؟ وانها ممكن الايس انهبيتر انها هي يساعد على انه كمان يقلل الجي اف ار، تمام؟ هاي الاشياء مثل ما قلتكم مش كتير مهمه حاليا، الدكتور اصلا ما شرحها في المحاضره، وبكل الاحوال رح نشرح عن تفاصيلها في المحاضرات الجاي، ولكن انا حكيتها عشان الدكتور حكى عنها في المحاضرات او في السنه الماضيه، اوكي؟ طيب هاي النوت اللي موجودة هون برضو مثل ما حكيت لكم، هذا اشي ما حكى الدكتور بالمحاضرة ابدا، ولكن حكى السنة الماضية، وهي clinical wise، فرح نمرق عليها سريعا. هلأ بحكي لنا انه في عنا الميركوري بويزنينج، تمام؟ والتتراسايكلين. هلأ هدول التتراسايكلين هو عبارة عن انتيبايوتيك، هدول شو بيعملوا اذا صار في عندنا تسمم فيهم؟ شو بصير؟ هدول بيعملوا دمج على البروكسيمال تيبيول. البروكسيمال تيبيول قبل شوي قلت لكم شو بتعمل؟ بتعمل ري ابزوربشن. من اهم وظائفها انها بتعمل ري ابزوربشن، وهناك ببلش اصلا الري ابزوربشن. فبيحكينا انه بتعمل دمج على البروكسيمال تيبيول وبتبطل قادر تعمل ري ابزوربشن، تحديدا بتبطل قادر تعمل ري ابزوربشن للصوديوم. فمعناها الصوديوم شو رح يعمل اذا انا ما قدرت اني ارجعه للدم؟ رح يكمل بالتيبيول، رح يوصل للديستال تيبيول، وانا لسه في عندي كميه صوديوم كتير عالية. طب أنا الصوديوم لما يكون بمكان شو بيسحب معه؟ بيسحب معه ووتر، تمام؟ فرح أوصل للديستال تيبيول وأنا بسحب ووتر من البلد. فشو بصير في عنا في البلد؟ رح تقل عنا كتير 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 البلد. فهذا هو الميكانيزم أوف أكشن للميركوري بويزنينج والتتراسايكلين، إنهم هم بيعمل ديستركشن بروكسيمال تيبيول، بطل قادر أعمل ري أبزوربشن للصوديوم، يوصل للديستال تيبيول في عنا كمية كبيرة من الصوديوم بتسحب معها ووتر، فبصير في عنا ديبليشن للبودي فلويد، تمام؟ طبعا انه شو ممكن اني اعمل بهاي الحاله، او الجسم كيف ممكن انه يتعامل مع هاي الحاله بحيث انه يعمل ايش؟ بيقوم بيعمل فازو كونستريكشن. ليش فازو كونستريكشن؟ انا لازم اضيق كل البلد فيسل الموجوده عندي. عشان شو؟ عشان انه انا احافظ على كميه البلد اللي عندي يكفي الاعضاء اللي موجوده عندي، اوكي؟ يعني عشان هيك انا بعمل فازو كونستريكشن. بغض النظر مثل ما قلت هاي مش اشياء مهمه، اشياء انحكت السنه الماضيه انحطت بس يعني هيك تحسبا لانه الدكتور يرجع يحكي عنها بامتحان او whatever، اوكي؟ طيب فاذا احنا كنا بنحكي عن الفاكتورز ذات افكت الرينال بلاد فلو. حكينا اول شيء السمباثيتك نيرفس سيستم، حكينا عن الهرمونز، حكينا عن الاوتو ريجوليشن. رابع فاكتور عندنا المايوجينيك اوتو ريجوليشن. شو هو؟ انه بكل بساطه لما يزيد عندنا البلاد بريشر شو يصير في الرينال بلاد بسل؟ يصير له constriction، vaso constriction. ليش؟ عشان ما يوصلنا دم كتير ويصير فينا جي اف ار زيادة عن اللزوم، تمام؟ فهاي هي myogenic autoregulation، بيعمل renal artery vaso constriction، اوكي؟ واخر فاكتور اللي هو انه اذا البيشنت مثلا البيشنت اخذ بروتين عاليه، اكل بروتين كتير، تمام؟ شو راح يصير في عنده؟ راح يزيد عنده البلد فلو، بزيد الامينو اسيد، تمام؟ بصير في عنده ري ابزوربشن للصوديوم اكثر، تمام؟ فانه بالاخر بقل الصوديوم الموجوده في اليورين، فهذا هي الاوتو ريجوليشن. انا وهي مش كتير مهمه، والبلد جلوكوز برضه لنفس ال الميكانيزم اوف اكشن، بس انها هي بتاثر لنا على الجي اف ار، اوكي؟ انه انا لما اخذ بروتين كثير او جلوكوز كثير هذا الشيء بيزيد لي الجي اف ار، اوكي؟ فهاي هي الفكره من كل هاي الفاكتورز. فالمحاضره ان جنرال يعني اهم شيء فيها حكينا احنا عن الفانكشن، حكينا عن شويه اناتومي، هاي اشياء ان جنرال
بهمنا تكونوا فاهمينها كفهم بشكل عام تمام. ولكن بس ندخل عند عملية الفلتريشن واليورين فورميشن، هاي كتير مهم تكونوا فاهمينها وحافظين أرقام معينة فيها، حافظين شو هي الكابيلاري ممبرين، شو هي أجزائه، البروتين والار بي سي ما بصير لهم فلتريشن، هاي إشي كتير مهم إنه شو هي الفاكتورز اللي بتعتمد عليها الفلتريشن. بعدين ضروري نكون عارفين شو هم الفورسز الأفكت على الجي أف آر، ونكون عارفين المعادلات اللي هون، ونكون عارفين شو هي الفورسز الأفكت على النت فلتريشن بريشر اللي هم الثري فورسز اللي حكينا عنهم، ونكون عارفين المعادلات هاي، ونكون عارفين إنه النورمالي النت فلتريشن بريشر بيكون 10 أوكي، والكي نورمالي بدها تكون 12.5، وشو هي معادلة الجي اف ار اوكي، وقديش قيمه الجي اف ار الطبيعيه تمام. بعدين ضروري نكون عارفين انه شو هي الفاكتورز ذات افكت على الجي اف ار، متى بيزيد ومتى بقل، وشو هي الفاكتورز. وضروري نكون عارفين انه كل سبستانس بفوت عندنا من الافرنت ارتريول شو السيناريو اللي ممكن يمشي فيه، الاربع سيناريوهات اللي حكينا عنهم والامثله اللي هون كتير مهمه. وبعدين اخر شيء نكون عارفين انه الرينال بلاد فلو اللي هو البلد اللي بيوصل اصلا للرينال ارتري، انا كيف ممكن اتحكم فيه، شو هي الفاكتور اللي ممكن انها تتحكم فيه. هيك بتكون غطيتوا كل المحاضره. ضروري الفهم كتير مهم، والأشياء اللي بدكم إنكم تحفظوها. أي سؤال فيكم إنكم تبعتولي، ويعطيكم ألف عافية.